الغريب، وهو ده بقى اللي لازم نقف قدامه بجد، يعني انه الناتج المحلي بتاع الناتج المحلي الاجمالي او الناتج القومي الاجمالي هو اجمالي ما نستطيع عمله وجلبه من اموال على مدار العام في اجمالي الكتله السكانيه، او باقل تقدير احنا كلنا بنعمل كام في السنه. مفترض ان احنا نعمل اكتر من كده 8 9 10 مرات. ليه؟ لانه معدل الانتاجيه بتاعت الفرد في مصر من اقل معدلات الانتاجيه اللي في الدنيا. الله، طب ازاي يا عم يوسف انت بتقول الكلام ده؟ وبنقول ده يوسف الحوت، اصل انا ويوسف عابدين وزمايلي ورا الكاميرات وزمايلي اللي في الاضاءه وزمايلي اللي في الكنترول روم بيشتغلوا يعني من صباحيه ربنا لحد اخر الليل بال 12 ساعه. اقول لك ده معناه انه في ناس قطع نفس نفسها، حلوه نفس نفسها دي شغل، وناس تانية تقريبا ما بتشتغلش خالص. هل ما بيشتغلش عشان هو عنده فلوس متلتلة مثلا فبيصرف فيها؟ هو ما بيشتغلش عشان هو مش بتاع شغل. هو ممكن يبقى موظف في اي من القطاعين، خاص كان ولا عام. النوع ده موجود برضه في القطاع الخاص كتير، تلاقيه قاعد عامل كده وقاعد بقى ايه شغال على البوفيه بس، يعني هو حياته مشغولة بأنه بيطلب في قهوة وشاي وينسون وجنزبيل باللبن وبتاع، ويشتغل ورقتين وحاجات زي كده، وبعد كده يتهرش فيمشوه من الشركة. ما القطاع الخاص ما بيرحمش بقى، فيروحوا ماشيينه بعد ما يتهرش يمشوه من الشركة وحاجات زي كده، أو ما يترقاش فيبدأ إيه يتشقلب في حتة تانية ويكتب سي في مضروبة ويروح، ودايما هو شخص غير منتج. في من ده كتير قوي. طب أنا أقول لك، في قطاع العمل غير الرسمي اللي احنا بنسميه الاقتصاد الموازي، مصر فيها صنايعية 10 على 10، تلاقي كهربائي نجم، سباك نجم، نقاش نجم، نجار نجم، وبيشتغل وصنعته 100 فل و14، ويشتغل كتير وزي الفل ربنا يزيده. وفي واحد تاني، انا بقول لك الكلام ده علشان انا شفت ده بعناية، يعني انا راجل مش بتاع مكاتب ولا لبس بدلة ولا بقعد على كرسي في التكييف، انا بمشي في الشارع. ده واحد. اتنين، انا عندي 48 سنة، فانا مش ابن النهاردة ولا ابن امبارح، ده انا على قديمه. مهم ايه بقى؟ في نوع عندنا في العمالة غير الرسمية او الاقتصاد الموازي، طول ما فيه في جيبه، انا هقولها لك بقى ايه بالبلدي كده على رأي الاسطوات، يقول لك طول ما فيه في جيبه حق كيلو كفتة والقعدة بتاعت القهوة ما بينزلش شغل، ما بينزلش. الله بقى القرشين اللي في جيبه يكفوه يوم اتنين تلاتة اربعة اسبوع، ما بينزلش شغل. يجيله التليفون، انزل يا اسطى فلان انا تعبان، ان لبدنك عليك حق. انا في واحد مرة زمان قالها لي، اقول له بتنزلش ليه؟ يقول لي يا باشا ما هو الواحد لازم برضه يستريح. استريح ايه؟ ده انت لسه في عز صحتك، راجل عندك 30 سنة، اشتغل طول اليوم واعمل قرش كويس وكون نفسك وكفي البيت وكبر العيال ودلعهم وشهيصهم لا، هو مش بتاع شغل. عشان كده عمليا هو اشتغل يوم من 5 أيام، يبقى هو اشتغل قد ايه؟ 20% بس. عشان كده انا بقولك كتير معدل انتاجيتهم في الارض، وقليلين معدل انتاجيتهم عالي. تلاقي المتوسط العام للانتاجية في مصر اي كلام. منين بنشتكي واحنا ما بنشتغلش كفايه؟ انا مش بقولك انه ده معناه ان كل اللوائح والقوانين ماشيه زي القطر 10 على 10. علشان كده هتلاقي رئيس الجمهوريه طول الوقت بيتكلم على ده، عمل عمل عمل، ايجاد حلول جديده. شوف الرئيس استخدم مصطلح رائع جدا، مسارات جديده، مسارات متوازيه. خدتوا بالكم لما قال نخلق وبعد كده قال عفوا مش هنقول نخلق، ما يصحش نولد. هذا الرجل يختار مصطلحاته بعناية، حتى عنده حساسية من بعض المصطلحات، يرى انه كلمة نخلق دي بتاعت رب العزة وحده، مع انه ما حدش فينا يقصدها كده، لا احنا ولا فخامته خالص، بس حتى في ده هو يختار مصطلحاته بمنتهى العناية، حساس تجاه أي كلمة تطلق. ده لا يتنافى مع وضوحه ولا مبشرته على الإطلاق ولا صراحته
ولا مواجهته، ولا زي ما كنت بقولك بالظبط من يومين، ولا جسارته في عرض أي موضوع. الكل يشارك، رأيه أنه من حق الناس تشارك في كل شيء، في أنها تعرف ده المعلومة، في أنها تشارك في وضع الحلول، تشارك في وضع القرار واتخاذه إلى آخره. طول الوقت بيتكلم على إيه؟ المسارات البديلة، المسارات المتوازية، الأفكار الجديدة، الأفكار الخلاقة، وهكذا. يبقى احنا لازم نمشي في الاتجاه ده ايا كان، ايا كان. ما هو الموظف اللي هيعطل الدنيا يقعد في البيت، احنا خايفين من ايه؟ من موظف بيعطل الدنيا؟ لا، يقعد في البيت. موظف ما بيشتغلش وعاوز يقبض؟ ما يقعد في البيت. مش عاوز يقعد في البيت، اشتغل يا عم، مشي الدم في العروق يا عم. طيب، علشان يفضل الزخم ده شغال، فهتجد هنا ان الرئيس قال ايه بقى؟ وجه بتكوين مجلس امناء لمتابعه تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، يعني مش توصيات وتبقى ملف وحلو وجميل وهيتحط في الادراج، لا، ده هيبقى في ناس قاعده شغاله على متابعه تنفيذ هذه التوصيات، وبالتاكيد هذه التوصيات هيبقى ليها جداولها الزمنيه، علشان ما تبقاش ايه؟ ما احنا بننفذ اهو، عارف انت احنا يعني ماشيين كده بالتصوير البطيء، لا ما فيهاش. الحرب ما خلصتش والكورونا ما خلصتش، ده بالمناسبة لسه في كورونا لحد دلوقتي، الناس لسه بتتعب في كل حتة في العالم. وارد خلاص، ما احنا اتعلمنا بقى الدرس، وارد يطلع لنا يا رب امنع يعني، بس يطلع لنا فيروسات جديدة، حروب جديدة الى اخره. فاحنا ما عندناش طرف ان احنا نمشي في الجزمة الاول، الطرف ده مش موجود. عارف عم ايوب؟ ما ينفعناش. خلونا بعد إذن حضراتكم نسمع مقتطف أو مقطع لكلمة أو من كلمات الرئيس. البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة الطريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، مع التوجيه للحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليات. وهنا في النقطة دي بقول لكم اعملوا مجلس أمنا منكم، من كل اللي موجودين، اللي معني من ده من المفكر الاقتصادي والمثقف الاقتصادي وحتى الجامعات الاقتصادية ورجال الأعمال، من كل المعنيين والمهتمين بالموضوع. ما تعملوا مجلس أمنا، اعملوها مجموعة عمل، عايزين نسموها إيه؟ لكن مجموعة العمل دي تبقى نقطة اتصال يا دكتور مصطفى بيننا كدولة وما بين اللي احنا بنعمله. انتوا قلتوا دي القضايا واحنا اتحركنا فيها، طب احنا اخفقنا في ده، قولنا نعمل ايه؟ ليكوا رأي فيه؟ نتحرك مع بعض فيه. انتوا خليكوا المنصة اللي تتكلم على الدور، انا بقول لرجل الاعمال، لكن اكيد لما يكون في الغرف على سبيل المثال أو المؤسسات المدنية اللي شغالة وعاملة لها يعني عناصر مهتمة بالموضوع، لما يكونوا موجودين يمكن يقدروا يوصلوا الفكرة وإن احنا متحركين، بس عندنا المشكلة دي نعمل ايه ونتحرك فيها. صعب قوي إن أنا أقول اللي احنا بنعمله ده من غير ما أقول إن زي ما شفتوا كده ان الواقع اللي موجود في العالم كله تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، وبالتالي الشعوب بتعاني. واحنا في مصر، انا قلت الكلمة دي قبل كده وقلت ان حالتنا ما تتحملش يا دكتور مصطفى ضغط اكتر من كده، ما تتحملش ايه، بل بالعكس هتحتاج مننا نقول يعني نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي، حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعة الأزمة دي. يعني أنا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا. حلو قوي مجلس الأمنة اللي يتعمل ده. خد بالك هنا الرئيس
ترك مسألة تشكيل مجلس الأمناء للحضور، قال اعملوه انتوا منكم فيكم. يعني أنا واحد من الناس أتمنى أن أنا أشوف مجلس الأمناء ده ممثل في مجلس النواب، ممثل في القطاع الاستثماري القطاع الخاص، ممثل في الدولة على اسم دول الثلاثة، ممثل في خبراء اقتصاديين مستقلين. وبالمناسبة حضراتكم خدتوا بالكم الدكتور زياد بهاء الدين قاعد فين ولا لا؟ قاعد جنب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بالمناسبة الأمور برضو ما بتمشيش اعتباطا خالص، كل حاجة بتتعمل الصح وبالترتيب وبمنتهى الدقة، مفيش حاجة بتمشي اعتباطا. اوعى تفتكر ان الشغل الجهجهوني لسه شغال. شوف انا هستأذنك في ان انا هفكر معاك بصوت عالي في أمور كده بسيطة، يمكن الرئيس أشار ليها النهاردة وأشار ليها في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، وطالما أشار ليها خلال الثمان سنين اللي فاتوا. في فرق كبير جدا ما بين أنه رئيس أيا كان الاسم بقى يجي فيقرر أنه هو الناس عايزة إيه ونعمله عشان الدنيا تبقى حلوة وجميلة وهادية، أو الصح اللي يتعمل ايه. ابسطها لك، ابنك لقاك غيرت الشغل، رحت شغل جديد، الدنيا بقت شكلها احلى، المرتب زاد شويه، ابنك عنده 16 سنه 17 سنه ما هوش لسه طفل صغير، فاهم حبتين، عرف ان بابا مرتبه زاد، عرف انه اشتغل شغل احسن، عرف انه اشتغل شغلانه تانيه جنب شغلانته، ايا كان، المهم ان الموارد الماليه بتاعت البيت زادت. راح جاي ده قال انا بابا انا عايز عجله، اخوه انا عايز جزمه جديده، اخته انا عايزه مش عارف ايه علشان اصحابي، مراته انا عايزه كذا. فحضرتك رحت جاي عايزين عربيه جديده مثلا، عايزين نغير البيت مثلا يعني. فحضرتك رحت جاي عامل الحسبه لقيت انه الزياده بتاعت المرتب دي هتروح مع اول شهر راحت كلها، او مش بس كده، لا ده انا كده كمان هتدبس في اقساط جديده. دي طريقه. الراجل الحصيف الحكيم يعمل ايه؟ يعني اظن احنا هنا مثلا واقفين كلنا ابهات صح؟ نعمل كده؟ هل ده الصح؟ كلمه لا هنا مش عيب ولا حرمان. في هنا بقى ايه؟ احنا بنفهم مع بعض فبنقول لا، تقعد بقى ساعتها مع الولاد وتقعد مع زوجتك يا جماعة هعمل كل اللي انتوا عايزينه، بس ادولي شوية وقت، انا مرتبي كان كذا وبقى كذا، المبلغ الكذا ده هنكتفي الشهر ده بان احنا نجيب الحاجة دي، الشهر الجاي هنجيب الحاجة التانية، طب والباقي بصوا بقى اصل ده البنك الفلاني عامل شهادات حلوة تعالوا نحط فيها ايه قرشين كل شهر هيظبطوا لنا الدنيا والقرشين محفوظين، ده مثلا، او ده انا هخش في مشروع صغير مع ناس حبايبي واصحابي وبتاع ومؤتمنين وهنعمل كذا، او الخ الخ. اذا الفلوس بتاعت حضرتك تبدا تزيد، ليه؟ لانه دخلك بدا يزيد، ما هو انت المرتب ده اذا صرفت الزياده كلها راحت، عارف انا عندي شعر راحت. والله بقى راجل انت تحب الاستثمار الامن فهتحطها في البنك، فبقى ايه اللي بيحصل؟ انت جاي لك زيادة، جاي لك مبلغ ان شاء الله يا رب 100 جنيه حلوين، صح ولا لا؟ في واحد تاني بيقول لك لا انا هستثمر، انا هخش مع واحد صاحبي عاملين ورشة اصلاح اطارات مثلا ده احنا هنعمل مش عارف هنجيب ايه وهنشتغل وهنبيع، هنعمل مش عارف هخش انا ومجموعة في مركز صيانة، لا ده احنا هنعمل مش عارف مصنع ملابس، لا هنا بقى حاجة تانية بنستثمر الفلوس فبتكبر كتير قوي. ساعتها بقى جاب للولد العجله اللي نفسه فيها وهو داخل الجامعه ممكن يجيب له عربيه بالكهرباء، والبنت داخله على خطوبه وجواز اهلا وسهلا، الست الزوجه الكريمه عايزه بيت اوسع يلا بينا، خلاص ما انا بقى في معايا فلوس. دي الطريقه ولا انا بقول حاجه غريبه؟ يعني انا بس عايز اعرف اللي انا بقوله ده غريب؟ ده هنا بمنتهى التبسيط، يعني خدناها من اقتصاد في منتهى الكليه الدوله الى اقتصاد في منتهى الجزئيه هاوس هولد البيوت. هو مصر بتعمل كده. هذا الرجل شديد الوضوح، شديد الشفافيه، شديد الصراحه، شديد الجساره. الإجراءات اللي بتتخذ لإجراء لعمل هيكلة أو إصلاح هيكلي في الاقتصاد
مفيش حد قبله جرؤ يقرب لها. واستخدم هو مصطلح عجبني قوي والله العظيم، قال لك اجراء التعويم بتاع 2016 كان عامل زي القناية، سهل نعديها بس ناخد القرار، ولو ما خدناش القرار في ساعتها في التوقيت ده القناية بقت بحر استحالة نعديه، استحالة. طب هو احنا دخلنا استثمار اجنبي مباشر؟ اه. الزيادة قد ايه؟ 71% بالمعدل السنوي، 71% زيادة. يبقى ده معناه ايه؟ لما يجي لي تدفقات استثمارية خارجية ده معناه ايه؟ ان انا ماشي مظبوط. في اظبط من كده؟ باذن الله في اظبط من كده. يقوم ساعتها معدل الاستثمار يزيد؟ باذن الله معدل الاستثمار يزيد. وهكذا. على كل، انا طولت؟ قولوا طول. لا، هنروح فاصل ونرجع نكمل الكلام. انا بعمل مسار اطور بيه التعليم بتكلفه ماليه اقل عشان اقدر احسن في بيئه التعليم. عندي قبح وعندي حسن، اخلص القبح ولا اعمل الحسن؟ انا رايي اعمل الحسن وازود فيه واقلل في القبح. اي اجراء بنعمله في مصر يستهدف كده، اتخلص من القبح في كل شيء، في النقل والمواصلات اخلصه، في الاسكان اخلصه، في المناطق الخطره والعشوائيات اخلصه. دي بلدنا بتاعتنا كلنا وليكوا كلكم. معا 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 نستطيع. الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها. إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة، وإلى الانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات. وبحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة، إن عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم، فلتكتبوا لأنفسكم تاريخاً جديداً من المجد يعلون به إلى المكانة الرفيعة التي تليق باسم مصر الخالد، ولتمضوا في تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح جميعاً إليه مخلصين النية لله والوطن والشعب. حلو الفيلر ده عشان في وشوش المصريين، أحلى وشوش في الدنيا، عينيهم طيبة. وده مش عنصرية مصرية بالمناسبة، بس دي حقيقة. انت عارف بره اخواننا العرب يقولوا ايه عن المصريين؟ يقول لك المصري بيدخل القلب. هو دي الحقيقة يعني، ربنا عايز كده. نعمة هنقول لا؟ حاجة غريبة قوي. حتى على دي محسودين عليها، ان احنا بنخش القلب. يلا، المهم خلونا نرجع مرة تانية للمؤتمر الاقتصادي وكلمة فخامة الرئيس في هذا المؤتمر. الرئيس تعهد بتنفيذ التوصيات، قال كده، ملتزمين بتنفيذ التوصيات اللي تم التوافق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي. شوف انت بقى لما الرئيس هو اللي يقول لك ملتزمين. تعالوا نشوف المقطع ده ونكمل الكلام. ما كلمت على البيئة السياسية كنت أقصد بيها برضو، وإحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد، هل البيئة السياسية اللي موجودة في منطقتنا وفي الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بأن إحنا كل اللي إحنا بنتمناه نقدر نعمله بغض النظر عن صحته؟ اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الاقتراحات اللي اتقالت ديت، انا اسف ان اقول لكم، اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها. اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها. انما ازاي تعملوها؟ ازاي تعملوها؟ انا كلامي هيبقى كده. ف
في البداية كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى احنا ملتزمين ان احنا نعمله. منصة صحيح. احنا ملتزمين احنا نعمله لان احنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت، نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدولة وكحكومة ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل. لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع ان تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر. ليه؟ عشان واحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكلة نتكلم فيها ونقول الموضوع ده كذا كذا كذا. فأنا بقول بالإضافة لأن احنا ملتزمين إن احنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها، لكن أنا بقول لكم عشان نجاعة الإجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي، ومش للمؤتمر الاقتصادي بس، لكل منصة الحوار اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. الرئيس لا يكف عن انه يفاجئنا دايما. انا بس عايز اقول حاجه علشان انا عارف انه المقطع ده هو المقطع اللي هيتاخد دايما على السوشيال ميديا علشان يجتزأ وعلشان يتحول للمكلمه ويتحول لهبد وهري، اللي هو المقترحات دي اي طالب في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه يقدر يتكلم فيها. طيب عشان بس نبقى فاهمين ايه المعنى بتاع كلام الرئيس. الرئيس هنا لا يسفه من الأفكار ولا من المقترحات، ولا بيقول أنها أفكار أو مقترحات دون المستوى، لا، هو بيتكلم في أنه ده شيء بديهي ولازم يتعمل ولازم يحصل. المعضلة والمشكلة والأزمة في أن احنا بنقترح ونتكلم وما ننفذش. عشان كده الرئيس عقب بعد كده وقال إيه لما استكمل كلامه، قال إحنا مش عاملين المؤتمر علشان نستهلك وقت ولا نستهلك جهد حضراتكم، إحنا المؤتمر ده عشان نخلق آليات للتنفيذ. طيب إذن لا داعي لاجتزاء الكلام ده بس مبدئيا كده، ده صباح الفل. اتنين، نخش بقى على الزتونة بتاعت الموضوع، التنفيذ بس كده. خلونا ناخد معانا تحليلا وتعقيبا على كلمة السيد الرئيس والتي لم يترك فيها جانبا واحدا مما يتعلق بمصر ولم يتحدث عنه حتى الإعلام. كل حاجة ساعتين تقريبا الرئيس تطرق فيهم لكل النقط. ناخد معانا على تليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 سيناتور عماد. أهلا بيك يا سيادة النائب. إزاي الصحة يا سيناتور؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. تعال نحلل قدر الاستطاعة كلمات الرئيس، وهبدأ من الجملة اللي الناس كلها انشغلت بيها النهاردة، دي مقترحات أي حد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقدر يتكلم فيها. تمام، أنا موافق على الكلام اللي أنت قلته في البداية، وهو أنه القصد الطبيعي الفهم اللي وصلني مباشرة، أنا كنت موجود داخل القاعة وسمعت ثلاث شباب بيقولها، أنه هذا كلام طبيعي بيتقال وموجود، وبالتالي هي القصة مش أنه يتقال، القصة أنه ينفذ، لأنه صح. دي الكلمة الأساسية اللي كانت بتتكرر طوال المؤتمر، نحن سمعنا توصيات كتير وسمعنا تحليلات وسمعنا تشخيص المشكلة، وكلنا سمعنا هذه الأمور كثير جدا جدا، وبالتالي الفيصل هو كيف يمكن أن يتم ترجمتها. فلما يجي رئيس الجمهورية بنفسه ويقول أنه المهم التطبيق، معناه أنه يلمس المشكلة الحقيقية، أنه القصة مش بس في التوصيات، أنك أنت تقول أي توصيات مهما كانت جميلة، لكن المهم أن تنفذها على أرض الواقع. وبالتالي أي حد لابد أن يفهم هذه الجملة في هذا السياق وفقط لا غير، لأنه كمان أكثر من مرة الرئيس بيتكلم بيقول نحن نقدر كل اللي اتقال، قولوا تعالوا هنعمل المؤتمر السنوي ونسمع واحنا عايزين نسمع بعض لما دعا للحوار الوطني، فالسياق كله يقول ان هو يقصد هذا المعنى ولا معنى اخر غيره. طيب ده كلام كويس جدا. هنبدا ننتقل للمساله وهي المهمه جدا يا استاذ احمد، مساله التنفيذ. يعني حضرتك وشخصي المتواضع
حتى واحنا في بينا مساحة جيلية ما أو مساحة عمرية ما، مش هقول حتى جيل، أقل قليلا، لكن احنا أبناء ذلك المجتمع الذي طالما شهد مؤتمرات من سنة 82 وما كانش بيتنفذ منها حاجة تقريبا، اللهم إلا المؤتمر الاقتصادي 2015 في شرم الشيخ اتنفذ منه جانب كبير جدا، وهو الجانب المتعلق بمصر لو صح الكلام. قبل كده ما كناش بنشوف تنفيذ، يعني مؤتمراته سلام عليكم يا جماعه وكلنا مبسوطين الحمد لله يلا بينا نروح البيت. صح، طبعا الفرق الجيل انت اكبر مني بكتير يا يوسف، فبالتالي ما انا علشان كده ما رضيتش اقول العمر كام سنه. النقطه انا هقول لحضرتك يعني تلخيصا لهذا الامر، في من حوالي 3-4 سنين مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي كان عرض فيه حاجه ظريفه جدا جدا، وهو انه احد الندوات او المؤتمرات اللي اتعملت سنه 1927 احد توصياتها كانت الاهتمام بالصناعات الصغيره والمتوسطه. حلو. فاحنا بنكرر هذا التعبير لحد دلوقتي لانه واضح ان في مشكله في يعني مش عندنا بس للامان، يعني في بعض التوصيات زي بالظبط واحنا بنقعد بنقول عايزين نصلح التعليم، عاوزين نصلح الصحه. الناس بتتكلم على، وده ربما يكون ظني الشخصي، ان جوهر ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده واول امبارح يتلخص في فكره فهم السياق العام وتحليل الظروف الواقعيه، وان الناس تتكلم على الواقع مش على التمنيات بس. يعني كلنا بنقول عايزين نصلح التعليم وده مطلب جميل وللجميع ان احنا نتمنى نصلح التعليم، بس اكيد وانت بتقول عايزين نصلح التعليم تبقى عارف تكلفته قد ايه وانت معاك قد ايه، وتقول والله انا خدت هاخد قرار مثلا احنا نصلح التعليم بس في المقابل ان احنا نضحي بحاجات تانية مش هتؤجل، لان كل الدول التي نهضت عملت ده، ان انت بتهتم بمسار او بقطاع الصحه او التعليم او النقل او الخدمات زي ما انت عايز، وفي حاجه هتتركن، ولان انت لو معاك فلوس وكل حاجه خير وبركه، بس اذا كانت ظروفك لا تسمح فتبقى مدرك الامور ماشيه ازاي، لانه جزء كبير جدا من معظمنا بما فيهم انا اللي بكلم حضرتك دلوقتي طول الوقت بنتكلم في العموميات، نعم عايزين نصلح صحه طيب ومن اين ستاتي بالاموال؟ ها؟ لو انت عندك الاموال خير وبركه بس انت ما عندكش، فبالتالي النقطه اللي بيتكلم عنها السيد الرئيس النهارده بتوسع وقالها كتير جدا ان الناس تبقى واقعيه، انه الوزير المسؤولين اللي جابهم الرئيس وقعد معاهم وقال لهم طيب تعالوا اشتغلوا وزراء، قال لك لا احنا مش عايزين لان احنا خايفين او انه ما فيش امكانيات او لان فلوسنا كتير وانتم مش هتدونا فلوس. فبالتالي مثل هذا النوع من الناس الطبيعي ان هو لا ينتقد طالما ان انت عرض عليك الامر ومش قادر تيجي لان انت شايف الامور صعبه عليك، لان تعذر الاخرين انت مش راضي تشيل فجاي بعد كده بتعترض ليه؟ بالظبط كده. هذا الامر يعني انا اظن لو مديت الخيط على استقامته اللي هي فكره انه اي حد يتكلم يبقى دارس فعلا الامور وشايف الامور صحيحه جدا وعارف البيانات عشان والمعلومات وكافه يعني اشكال او اجزاء الصور عشان يقدر يقول كلام على بعض المنظمات. هذا الامر ليس تبرئه للحكومه من اي سلبيات موجوده، من حق الناس وراي الشخص ان هو الجزء المهم، احد الحاجات الكثيره اللي اتكلم عنها الرئيس النهارده ان هو بيقول انتقدوا وقولوا واكتبوا واعملوا، لانه ده مفيد جدا للدوله المصريه ولصانع القرار ان يبقى فيه الصوره واضحه للجميع، بس الناس فعلا تبقى واخده بالها ان قدر الامكان الناس فاهمه السياق العام للامور، وبالتالي نقدر نوصل لفهم عام هيخلي الناس اكثر واقعيه الى حد ما. طيب علشان الناس تصل الى مرحله الاكثر واقعيه واليات التنفيذ هم كمان هيبقوا محتاجين انه يبقى في معلومات اكتر، ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية معالجه الانسداد الشرياني اللي موجود. يعني انا الاحظ انه كان كتير جدا في كلمات الحكومه لما بيتعرض حاجه من خبراء اقتصاديين مفكرين اقتصاديين مستثمرين فبتبقى ردود الحكومه بتمشي في اتجاه انا مش عاوز اوصفه من الاتجاه اللي اعتدناه في بعض الاحوال او في احوال كثيره، اللي هو ايه، لا ما احنا عاملين كده، لا ده احنا قلنا كده، لا ده احنا اصدرنا القرار ده، وكأن الحكومه تتجاهل ان القصه مش في القانون اللي صدر ولا التشريع، القصه عند الموظفين اللي جوه هيكل الحكومه، لا يعترف بالقانون، لا يعترف بالتشريع، يعترف بالقرارات اللي متخذه بقالها 30 سنه من قبل وزير في رحمه ربنا دلوقتي، فبيعطل الدنيا.
طيب ما هي المشكله فعلا متداخله ومركبه يا استاذ يوسف، بمعنى انه في تشابك في حاجات كثيره جدا. رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزراء بيتحدثوا طول الوقت وهم صادقين في مساله تسهيل اجراءات الاستثمار ونصف الروتين والشباك الواحد، بس الامور ما بتتنفذش، لانه القصه مش قصه قرارات فقط فوقيه، لانه في واقع مرير، في احيانا الموظفين بيعوقوا العمل، بيحطوا راسه في الدواليب، في فهم غلط، في حد احيانا ضعاف النفوس والضمائر. فهي القصه كيف يمكن ان انت توصل ل ان الكل بيخدم على فكره الاستثمار على سبيل المثال. وده هترجع تاني، طب سياده الرئيس اول امبارح قال انه الجهاز الاداري الذي كان مفترضا ان يعني يقوم بالاصلاح ويقود الاصلاح بدا انه يحتاج نفسه للاصلاح، ودي نقطه في غايه الاهميه. طيب انت هتستورد موظفين من بره او جهاز اداري من بره، طيب هتعدله ازاي؟ الحكومه بطلت تعين لانه مفيش امكانيه، وتوسعنا في التعيين، احنا من 11 ل 13 في سنتين اتعين 1.5 مليون، وانت مش عايزهم، بس انت عينتهم كمحاوله في هذا الوقت لكذب الشارع وشراء الولاء وحاجات زي كده، لانه الاوضاع كانت ملتهبه شديده الالتهاب، فكان اي مجموعه بتعمل اعتصام فئوي او حاجات زي كده بيعينوا الناس وبيرقوهم، فانت دفعت ثمن بده. طيب دلوقتي القطاع الجهاز الاداري ده انت محتاج تجهزه اكثر، تدربه اكثر، طيب ده محتاج فلوس اكثر، محتاج وقت، النتائج ما بتبانش مره واحده. وحتى الرئيس النهارده ايضا تحدث عن التعليم لما قال انه الحد الادنى للتعليم في الدول المتقدمه الطالب يتكلف 10,000 دولار. صحيح. واحنا عندنا ما بين اظن 23 ل 25 مليون. طيب هنفترض الرئيس قال انه التكلفه فقط 10,000 جنيه مش دولار. طيب ما مش موجود، حتى دي مش موجوده. فبالتالي علينا ان احنا نفكر بهدوء ونقول طيب هنحل ازاي؟ هل هننتظر لما يعني تسقط علينا يعني ثروه من السماء؟ لا، الامور لا تسير بهذا الشكل. صح. فعليك ان انت تحاول ان تعالج الامور في اطار الواقع بافضل كفاءه ممكن، يعني بتوفر كل قرش زي ما بيقولوا بطريقه ماهره. فالامور فعلا متداخله في حاجات كثيره جدا، ولا بد ان احنا نبقى شايفين الصوره على بعضها عشان الحكم يكون موضوعي. وفي هذه الحاله تقدر تقول والله الحكومه اخطات في هذا الجانب لسبب كذا، واجادت في هذا الجانب بسبب كذا. فطبعا طول الوقت عندك جهات متربصه وعندك ناس بيتمنوا ليك الفشل طول الوقت والاخفاق، ودول مش يعني مش هيرضوا عنك في كل الاحوال. فالجزء الثاني المهم المرتبط بده هو توعيه الناس طول الوقت انه المسائل مش بالسهوله، لو هي سهله بهذا الشكل ما حدش كان غلب زي ما بيقولوا. طب انا عندي برضو علشان استاذ عماد البني ادم يبقى منصف، وبرضو هي كمان مساله النزعه الفكريه، لانه دي ثابته جوه النخاع الشوكي في العمود الفقري، مساله يعني ما برضو الواحد عاش طول عمر حياته يساري. انا عندي مشكله مع القطاع الخاص في مصر، على قد ما انا ابقى سعيد بمساله تمكين او المزيد من تمكين القطاع الخاص والاستثمار الخاص في انه يشتغل اكتر، على قد ما انا تظل عندي تخوفات بتاعه ان المستثمر المصري مستثمر بيحب بيعشق، لانه اعتاد كده للاسف الشديد تقريبا 40 سنه قول من ايام الانفتاح يكسب 300 و400%، وانا والاستاذ عماد وغيرنا عارفين انه لما بيستثمر في اوروبا ما بيكسبش كده، يروح امريكا ما يكسبش كده، يطلع الصين ما يكسبش كده، عندنا عاوز يكسب 300 و400، بره لو طلع 50% و70% بيمشي في الشارع يزغرط، عندنا لازم 300 و400، فبيعمل دراسات الجدوى بتاعته على 300 و400، فيجي يخش المشروع هو باصص على كده، وده مش هيخلينا نعرف نشتغل. ليه؟ لان انا مش هلاقي مستهلك، مش هلاقي قدره شرائيه، ولا ايه؟ طيب يعني هذا سؤال مهم جدا وبرضه متشابك، وانا يعني رغم انني اشاركك نفس المنطلقات تقريبا. أيوة. اليساريه الشمال الواحد عاش جزء كبير جدا من حياته، يعني معظم الصحف اللي عملت فيها كانت صحف يسار. صحيح. لكن للامانه برضو عليك ان تكون منصفا وتقول ايه الاتي.
احنا عندنا القطاع الخاص الحكومه، احنا عندنا حوالي 30 مليون حضرتك، مليون بيشتغلوا في يعني اجمالي العاملين في مصر حوالي 28 مليون دي القوى العامله المصريه. حوالي منهم خمسه او اقل في الحكومه والقطاع العام، والباقي القطاع الخاص، فبالتالي القطاع الخاص هو الذي يوفر الفرص. انت بيتخرج لك كل سنه حوالي مليون واحد في سوق العمل. الحكومه بطلت تعين كما تعلم، فبالتالي القطاع الخاص هو اللي بيعين، وبالتالي علينا ان احنا ندعمه باقصى جهود ممكنه. وهنا اتحدث عن القطاع الخاص المنتج، مش اللي هي الرموز اللي هي اللي بتعمل الانطباع اللي هو واصله عند حضرتك. في ناس كثيره جدا بتشتغل بضمير وبتكسب وبتعين ناس، فبالتالي دول يستحقوا كل دعم طالما ان هم بيشتغلوا. طيب الراجل اللي عايز يكسب 300 ليه؟ حل بسيط، ما انا لما يكون عندي عرض وطلب ومنافسه حقيقيه، لو هو كسب ال 300% هيجي واحد تاني يقول لك والله هكسب 200% بس، ثالث هيقول لك هكسب 100، لحد ما يجي الراجل اللي هيكسب ال 20 وال 10% زي اي منتج بره او مصدر او مستثمر او رجل اعمال. فالقصه هي متعلقه ب ان تكون هناك قاعده عمل صحيحه، يبقى فيها ناس كثيره بيشتغلوا، فالراجل اللي هيكسب 300 مش هيشتغل، مش هيبيع. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا اظن ان الاعلام للامانه برضو شوه صوره رجال الاعمال لفترات طويله جدا بسبب وجود نماذج فاسده احيانا او مش كويسه من القطاع في رجال الاعمال في السنوات الماضيه. الحل ان احنا خلينا بعيد عن التنميط، ان احنا نبص لقدام ونقول انه اي شخص بيوفر فرصه عمل حلال وبيؤدي واجبه للدوله من ضرائب ورسوم وحاجات، وانا ادعمه بكل قوه، لانه بيخفف عني كدوله عبء كبير جدا، لانه صراع في اي مكان في العالم كيف توفر اكبر قدر من فرص العمل الصحيحه والمنتجه اللي فيها كمان استثمار صحيح. لانه انا حضرتك لو بعمل مصنع بعين فيه خمسه، اوظف فيه خمسه، الخمسه دول بيعولوا كل واحد فيهم خمس اسر، بدل الخمس اسر دول ما يبقوا عاله على تكافل وكرامه والجمعيات الخيريه. كلام حلو. ده المنطق اللي يبقى موجود. النهارده وامبارح وطوال ايام المؤتمر كان حاجه مهمه جدا ومحترمه، السيد الرئيس طول الوقت هو والحكومه بيقولوا كل الدعم للقطاع الخاص، سندعم القطاع الخاص. ادي الحوافز وخلي ده سهل لها الاجراءات والناس تنطلق. وفي حاجات كثيره الرئيس النهارده قالها مهمه جدا، انه مشروعات مهمه زي مشروعات المواني على سبيل المثال القطاع الخاص ما دخلش فيه. فازاي اقنعه؟ ده موضوع كبير ومتداخل، ان لو هو ما قدرش يدخل ده الدوله دخلت وعملت واجبها وزياده في هذه القطاعات الحيويه الاستراتيجيه، لانه احيانا القطاع الخاص يقول لك والله انا مش هقدر استثمر في هذه القطاعات شديده المخاطره او اللي هي عايزه راس مال كثيف في البدايه. طيب انا اخيرا وليس اخرا لازم احط تعليق بصراحه. اتفضل. النهارده علشان اعمل حضرتك بتقوله ده معناه ان انا هشتغل على ثقافه الاستثمار في مصر اللي هتبقى خاضعه لفكره التنافس المفتوح، وده هياخد مني عشرات السنين يا استاذ عماد. بره اللي بيحط لنفسه هوامش ارباح بهذا الحجم بيتحاسب ويخضع للمساءله. هنا احنا لسه ما عملناش كده. ده واحد. اتنين، انا عايزه يشتغل. هو عنده قدره على التوظيف وخلق فرص العمل اكتر من الدوله؟ طبعا. لكن هو لو تنازل عن ال 300% وكسب 100%، لو بيوظف 5000 هيقدر يوظف 15000. يعني مش عاوز ابسط الموضوع لدرجه ان انا هستخدم الجمله بتاعت يعني بيع رخيص تبيع كتير هتكسب اكتر، بس هو هيحقق ارباحه الراسماليه، بس مفيش داعي اروح محقق الارباح الراسماليه بعد 5 سنين او بعد سنتين. يعني هو لا، هم عاوزين يحققوا بعد سنتين. الناس كلها بتشتغل على 5 سنين و6 سنين و7 سنين، انا عندي في مصر وعايز بعد سنتين يكيت ويبدا يحقق ارباح صافيه. ده او دي جزء كبير من المشكله. الدوله دعم القطاع الخاص والاستثمار حلو، بس هو كمان لازم يساعد نفسه. صح، بس النقطه الجوهريه برضو انت عندك قانون اسمه قانون منع الاحتكار او محاربه الاحتكار، ما انت لما هتطبقه بدقه ما حدش يكسب 300%. لان هو بيكسب 300% ليه؟ لانه في حد بينافسه. لو واحد تاجر واحد فقط بيحتكر العمل في سلعه واحده هيحدد السعر اللي هو عايزه، هيبقى 1000000%. مش هتقدر انت قانونا تقول له انت بتعمل ايه، لكن تقدر تمنع تطبق القانون وتمنع الاحتكار وتشجع وجود منافسين. وجود المنافسين هو ليه؟ في لحظه كده حضرتك بتروح السوق ممكن تلاقي الطماطم ب 5 جنيه وفي مره ب 20 ومره ب 3 جنيه.
وبعض المحاصيل كان وصل سعرها البطاطس في من فتره كده 50 قرش والناس سابتها في الارض لانه الانتاج زاد. كتر العرض الطلب هيبقى متوازن، فبالتالي ده جوهر العرض والطلب والمبادره الحره. طالما انك انت قدرت تنظم السوق تنظيم جيد الى حد ما هتقضي على الشوائب والنوع بتاع ال 300% ومش هيكسب ومش هيبقى موجود، ولو فكر يستمر هيتكسب. طيب احنا انا افتكر بقى ايه انه خلصوا اجتماعات مجلس الامنه علشان نيجي الحوار الوطني وانا اطرح الافكار بتاعتي المتعلقه باليات العرض والطلب في البلاد وازاي نقدر ان احنا نعمل عمليه تقويم للعرض والطلب، يعني الطلب هيفضل عالي والعرض يفضل عالي، ده المستهلك يوصل له الحاجه بشكل يعني جيد والمستثمر او البائع او المنتج هو كمان يقدر يحصل ارباحه. اقدر احدد لها اليه؟ ينفع يتعمل لها اليه. هخترع العجله؟ لا. انا اقدر اخد نفس العجله اللي بتحصل في بريطانيا بس هنا ما حدش يقاكي. يعني اشمعنى لما بيشتغلوا في بريطانيا بيقبلوا ده؟ على كل بمنتهى البساطه في بريطانيا الضرائب الشريحة العليا بتاعتها 45%، محدش بقى يقاكي. نفسي بس أنا عارف مش حد هيوافقني على الطرح ده. عايز أشكرك جدا أستاذ عماد الدين حسين كاتبنا الصحفي الكبير رئيس تحرير جريدة الشروق الغراء وعضو مجلس الشيوخ المصري وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. احنا معانا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التليفون. اهلا بسيادتك يا فندم، انا سبق وقفت قبل كده وفي ناس اتريقت عليا بس لا املك الا ان انا اقف احتراما لحضرتك يا فندم. لا 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 يا فندم والله لا يا فندم والله اتفضل يا فندم. شوف يا استاذ يوسف انا مهتم ازاي الناس معه وافهم الناس بتفكر ازاي بعد كل الكلام اللي احنا قلناه، بعد كل اللي احنا بنقوله بنشرحه للناس. الاختلاف في الراي مهم، لكن الاختلاف في الفهم مشكلة. أنا بقول لك إن البلد دي قدرتها الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة. ده أنا بعترف لك. بقول لك ما أقدرش. مش أنا اللي ما أقدرش. قدرتها ما تقدرش. الدولة قدرتها ما تقدرش. طب ليه؟ هي إمكانياتها كده. إن كان حد يقدر يعمل حل يجي والله معايا وأنا هبقى سعيد بيه، أي حد. وعينه مسؤول ويتولى ويشوف. وهسقف له وأبقى سعيد بنجاحه. لأن نجاحه هيبقى نجاح لينا كلنا. نجاح هذا يعني اللي بيتكلم وبيطرح حلول ومهتم قوي بالمواطن والظروف الصعبة، وإنه يعني ما حدش يعني مهتم بيه ولا بيخلي باله منه. لا ده خطير الكلام، خطير جدا. وما فيش حاجة ضيعت مصر خلال الخمسين سنة اللي فاتت يعني ان احنا مش عارف مش شايفين ولا مش عايزين نشوف، مش عارفين ولا مش عايزين نعرف، ولا احنا بنضبط كلام جنب بعض كده وخلاص، ولا احنا بنحط كلام. مش كفايه اللي حصل لمصر في 2011؟ ما شفناكمش ليه في 2013؟ كنتوا تقدروا تعملوا حاجه؟ كنتوا تقدروا تعملوا حاجه؟ انتوا سبتوها لما اتحرقت واتخربت كلها. وبعدين بقى لما انا بتكلم بصراحه من قلبي بقى. ارجوك اتفضل يا فندم. امال ليه؟ كله جري وخاف، حد يقدر يقف؟ كانوا دبحوكوا في الشوارع. لو ما فيش ايد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، ولا نسيته؟ وما كانش حد يقدر يرفع صوته لولا ان في جيش قوي وقادر. انا بقول الكلام دوت وانا كنت شاهد عيان في كل شيء، مش واحد قاعد لمؤاخذه على جنب كده. لا، الكلام اللي بيتقال ده يزعل قوي، يزعل قوي. سيادة الرئيس هتتحرق، ولا كنت هتقدروا كلكم تعملوا حاجه. سيادة الرئيس اسمح بس يا يوسف اتفضل يا فندم. كان كل المطلوب حاجه واحده بس، اسكت انا واتحط على الدماغ واسيبكم،
واسيب الناس كلها ومحدش هيقدر يقرب لهم. عندهم قواعدهم اللي عبارة ما خلصت عليها خدت 8 سنين وقدمت اكتر من 3000 شهيد و12 13000 مصاب. بامن؟ لا مش بامن. ده دوري. دوري اللي ربنا سبحانه وتعالى مكنني ان اعمله. انا تعليقي كله على استقبال الناس، على القدرة، على ان الناس تبقى صاحبة، يعني مش عايز اقول كلام ملوش لازمة. ايه ده؟ تاني؟ انتوا مفيش فايدة؟ مفيش فايدة؟ انا التاريخ كله عندي يا يوسف. عارف. لا لا ما تعرفش، انا كنت مدير الاستخبارات ومسؤول عن الاجهزه الامنيه الفتره دي كلها، وعارف كويس الناس كانت بتعمل ايه. عشان كده انا متاكد يا فندم. لا لا بس اسمع، انا بكلمك عشان لو سمحتم، انا كنت لسه بتكلم على دور الاعلام وبقول ان الاعلام بيعمل سياق، سياق اعلامي فكري. مش هنرجع تاني؟ ايه ده تاني بقى النهارده؟ بقول ان البلد مش قادره تعمل تعليم كويس، ده انا اللي بقول. قلت من امتى؟ من ايام الحمله. وقمت من امتى؟ من لا مؤاخذه من اثناء حتى 2011. البلد مش هتقدر تعلم كويس لانها ما عندهاش القدره الماليه لكده. هو كلام لا غصب عنك تعلمهم؟ طب علمهم ازاي؟ علمهم كويس ازاي؟ طب منين؟ نفس الكلام للصح. ده انا بقول ان الاسره اللي موجوده عندنا هي 50% من المطلوب. ايه رايك بقى؟ لا خفينا معلومه ولا خبينا مواقفنا. صحيح. احنا بنعرض قدراتنا وبنقول لو حد عنده فكره يقولها لنا. احنا عملنا، احنا عملنا ايه؟ استهداف مبادرات زي فيروس سي وزي الامراض الغير استريه وزي القوائم الانتظار وكلام من هذا القبيل. ده اللي احنا عملناه. في حد تاني يقول لنا على حاجه تانيه؟ طب ما احنا بنقول للرجال الاعمال تعالوا خدوا المستشفيات، واللي احنا بندفعه هندفعه في علاج الناس بتوعنا. هدفع 50 مليون بدفعهم في السنه دلوقتي مصروف المستشفى دي حدهم لك، وانت تديني بيهم خدمه للمواطنين ببلاش. حلو. ده كلام اللي احنا بنقوله. لما حد تاني بعد كل الكلام ده يقول لك لا احنا والله مش شايفين مش عارف ايه، ايه ده؟ لا لا، مفيش منصات اعلاميه تسمح الكلام هنا. مش واحد تاني يقول لي انا بكلمت على دوله وقلت الدوله دي ساعه لما اتضربت ودمرت شعبها كان بياكل بيضه في الاسبوع ورغيف في اليوم سنوات طويله جدا عشان يعيد بناء نفسه. احنا ما طلبناش من الناس كده. احنا دخلنا حرب بقالنا 50 سنه، جابت الارض دي، جابت بلدنا دي على الارض، جابتها على الارض. ولما بقول لكم ان البلد ما فيش فيها حاجه واقفه على حيلها، تعالى خدكم معايا اركبكم العربيه والففكم مصر واوريكم اللي انا بشوفه واللي بيوجعني ويؤلمني. الحكايه غريبه قوي، الحكايه اللي انا بسمعها وبشوفها. لو انا بتابع البتاع يعني، انا مش يعني لا بصحى من خمسه وبقعد لغايه دلوقتي، مش مستغرب يا يوسف؟ مش مستغرب؟ انا مستغرب. وانا راجل كبير يعني، مش لا يا فندم، ربنا يديك الصحه يا فندم. لا يا فندم، بس انا مستغرب. وانا انا قلت كده، انا بكلم الناس عشان اشرح الحكايه، عشان مش عشان ادافع عن نفسي. ده بعمل سياق لفهم حاله مصر عشان تساعدونا. تاني هنعيد تاني كلام كلام كلام؟ لا لا يا نهار ابيض. انا بصراحه يعني والله العظيم سبحان من خلق الناس، سبحان من خلق الناس وجعلهم ان هم يستطيعوا ان هم يتحدثوا بهذا الشكل ويعني يبقى شايفين الحقيقه او يشوفوها ويحرفوها. يمكن يا فندم الناس بتتكلم او المعارضه بتتكلم انطلاقا من ثقتهم في قدره حضرتك على تحمل الكلام وعلى سعه الصدر. انا هسالك سؤال. اتفضل يا فندم. هو انا هتحمل الكلام ولا هتحمل الظروف
ولا هتحمل الهموم، ولا هتحمل الظروف الفقر اللي احنا فيه، ولا ايه، ولا هتحمل ضعف الاداء، ولا ايه ولا ايه. ارد من قلبي ولا ايه؟ نعم، ارد من قلبي طبعا. الرئيس السيسي اللي احنا رحنا له كلنا، وانا عارف انا بقول ايه، كلنا من قبل 30/6/2013 وطلبنا منه يا فندم ما تسيبناش لوحدنا، هو نفس الرئيس السيسي في 30/6 اللي ما خذلش مصر، وهو نفس الرئيس السيسي اللي طلب التفويض ومصر كلها نزلت له قدها وقدود يا فندم. الموضوع مش ان هي قدها وقدود، قدها مش انا اللي قدها وقدود يا يوسف. احنا كلنا لما نكون امناء ومخلصين لبلدنا والملف اللي بنتكلم فيه نكون دارسينه كويس قوي مع بقيه الملفات وتاثيرها، ونقول فعلا بعد الدراسه انا بطرح عليك الحل ده وهعمله لك، اقول لك طب تعالى اعمله. طب ليه مش بتحداك؟ انا محتاجك بدل ما انت عرفت بتحل المساله. بقول لك التعليم اللي انت بتتكلم عليه ده على الاقل 250 مليار اللي متوفر منه ولا نصه في موازنه التعليم الاساسي، ولا نصه ده لو 250 مليار. انت بتدي المدرس 2000 و3000 و4000 هتاخد منه ايه؟ مش هو ده اللي حيقوم بالتعليم؟ صح. تقنعه ازاي ان هو يشقى معاك عشان يطلع لك ابنك او بنتك كويس؟ احنا بنتكلم على مين؟ على اللي بيقدر يودي ابنه مدرسه يعني كويسه ويدفع لها، ولا بنتكلم على المواطن الغلبان اللي بيودي ابنه مدرسه حكوميه؟ الغلبان. انا بقى بتكلم على الغلبان اللي هو قد ايه؟ اللي هو 60-70%. طب ده مين يعمل ايه؟ اي حد بيكلمني حتى اللي كان بيكلمني دلوقتي ولاده في المدارس الحلوه ما عندوش المشكله دي. لا انا مش بكلم يوسف، خلي بالك، ما انا ولادي في المدارس الحلوه بصراحه. لا 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 استنى يوسف، بس مطلعين عينينا يعني. مش بكلم يوسف. عارف يا فندم انا مش بكلم يوسف، عارف. انا بتكلم اللي بيقول يعني صعبان عليه الولاد الناس الغلابه يعني. احنا مشينا على الطريق بالعربيه. انا بتكلم على الغلابه يا يوسف، مش كلام دغدغه مشاعر. والغلابه عارفين ان الرئيس السيسي هو رئيس الغلابه يا فندم. شوف انا الرئيس السيسي رئيس كل المصريين، بس لكن انا بتكلم على ان احنا اذا كان المنهج اللي احنا بعد كل الاخلاص ده اللي احنا بنتكلم بيه هيبقى ده الشكل اللي احنا شايفينه، ده يخوف جدا على مستقبل بلدنا ده والله العظيم، لان التحديات اللي موجوده في البلد دي عايز عمل متفاني ومخلص لمده سنين طويله جدا جدا. كتير من اللي اتكلموا على التجارب يا يوسف بتاعت الدول زي كوريا الجنوبيه وزي سنغافوره وزي ماليزيا، اتكلموا على التجارب فقط لكن ما قالوش على السياق اللي كانت الدوله ماشيه فيه. صحيح. على الاقل 20-30 سنه فضلت الدوله حاشده طاقتها ال 20-30 سنه دول. فلو النهارده احنا بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها ديت هنفك تاني، واخد بالك؟ وبتتكلم على انك انت عايز تمارس انك يعني دور وبتاع، ولا بأس، وانا والله مرحب بالكل، والله العظيم مرحب، واللي شايف انه عنده القدره يتفضل، والله العظيم هساعده واقول له تعالى خش امسك الملف ده وخلصه، واول ما هيخلصه او انا هدعمه وهو بيخلصه وهسقف له. الحكايه مش كده خالص يا يوسف. احنا في حته، البلد وظروفها في حته، وكلام الاخرين في حته ثانيه خالص. وبالتالي ما يصحش كده. ليه ما يصحش؟ عشان الغلابه اللي موجودين في البيت دول يبقوا فاهمين كويس قوي ليه احنا مش قادرين نعمل معاهم كده. مش قادرين ولا مش عايزين يا يوسف؟ لا احنا مش قادرين. احنا مش قادرين. الاراده موجوده
والجهد يا فندم، واسمح لي في المقاطعة وأنا آسف أن أنا بقاطع سيادة الرئيس يا فندم، أنا عارف أنه بالتأكيد من موقع سيادتك ومن خبرة حضرتك والمواقع الكتير عارف كل الناس بتفكر إزاي والشارع ماشي في اتجاه، بس أنا راجل يمكن حبتين بمشي في الشارع كتير حبة، الناس يا فندم ما بتثقش غير في سيادتك، لو حضرتك قلت كذا صح هيبقى صح، وعد الناس عارفة أن هم مصدقين. طب ليه احنا ما نتكلمش كلنا يوسف لغة مش هقول زي بعضنا، ولكن لغة بتحمل فهم مشترك للقضية بحلول ممكن تكون مختلفة. يعني خلينا نفهم القضية، فهم مشترك يعني ايه؟ يعني نشخص، هو التشخيص بتاع التعليم في مصر لو جبت 10 سنين فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. ما يتغيرش. طب جبت 20 سنة فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. طب جبت 30 سنة فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. نفس الكلام المستشفيات. إذا ما فيش حد هيقول جديد يا يوسف، التشخيص واحد. صح. خد بالك، وده الفرق بين الدول الغنية والمتقدمة والدول الفقيرة. لكن الدول الفقيرة فضلت تقول لا وتكلم كلام ما تطحنش نفسها عشان تخرج من الفقر. بتحب الفقير يا يوسف؟ طب اشتغل عشان. بتحب الفقير يا يوسف؟ محدش ما يحبوش وعاوز يساعده ويشتغل علشان. مش كده؟ طب انا هقول لك، هو النهارده يعني المواطنين الكتير قوي اللي احنا لما بنقول نعمل مشاريع ضخمه كتير عشان ناكل فيها 5 مليون انسان، طب لو دول يا يوسف لو ما فيش شغل لهم هيعيشوا منين؟ ولا حاجه، راحت. فيجي حد تاني يقول لك ايه، طب ما توزع علينا شويه يعني مساعدات ونحسن حياتنا وبطل قفل الشغل ده، تخلص بكره. طب انا الخمس مليون دول هوصل لهم ازاي؟ ده في 5000 شركه شغاله، كل مدير رئيس شركه او مدير شركه او مقاول يعني بيشغل الناس بيبعت لهم الفلوس اللي هي بتاعت الشغلانه ديت. الخلاصه عشان بس ما تقولش عليك. لا ارجوك يا فندم كده، انا القضيه كلها لفتت نظري ان بعد كل الكلام اللي اتقال اللي كان حسيت ان احنا محتاجين نبذل الجهد كلنا اكتر من كده. ولكن عايز اقول ايه، ما هو يمكن كل الناس هتبقى زي بعض؟ صحيح، مش ممكن الناس كلها هتبقى زي بعض، ولازم هتبقى في ناس مختلفه، ومش كل الناس هتبقى يعني زي ما احنا عايزين يعني. وده الحال بتاع كل البلاد في الدنيا، بس بقول ان مصر مش في الوقت اللي احنا فيه ده مش محتاجه الحكايه دي دلوقتي، مش عشان انا موجود فيها، لا والله، عشان ظروفها ما تستحملش ده. وساعة لما يحصل حاجه في البلد دي الناس هتسيبها وتمشي، الناس هتسيبها وتمشي، ويقعد فيها الغلبان اللي هو ما يقدرش يمشي، انما اللي معاه خلاص بقى هنعمل ايه؟ طب ما بقتش. وبنقول هو الناس اللي بتطرح الطروحات في اللي بتسمعوها في البرامج المختلفه للدول اللي احنا بنتكلم عليها من غير ذكر اسماء، هم بيقعدوا يتكلموا في التلفزيون وطرح، وتلاقي ده بيقول وده بيقول، طب ما اتعملتش ليه؟ طب ما اتحلتش المساله عندهم ليه؟ وانا قلت كده، التشخيص اللي انا بقوله على مصر ده ينطبق على دول كتير جنبينا، انما الفرق فيها حاجه واحده، ان يا ترى اللي ربنا وفق بايه عشان تتغير مسارها وتمشي في اتجاه مختلف. ما تضيعش، مصر مش هتضيع غير بان احنا نبقى كلنا نتناسى رغباتنا وأهوائنا ومش هقول أفكارنا، لا، الناس كلها من حد تفكر زي ما عايزة، لكن رغباتنا وأهوائنا لغاية لما البلد دي تعبر ما هي فيه. طب ياخد قد إيه وقت؟ حسب جهودنا اللي هنعمله وحسب تضحياتنا اللي احنا هنقدمها. كل كلام اللي كنت بقوله النهارده في أول المؤتمر في أول يوم والنهارده بينصب على حاجة واحدة بس، إن بناء الدولة دي يحتاج تضحيات من شعبها، كل شعبها. لما نقول التضحيات ديت ده مش معناها حد ما يسمع كلام يقول لك يا الله انت عايز تجوعنا بقى ولا ايه؟ لا ما قلتش كده.
بس مش هقدر اقدم لك اللي انت نفسك فيه في ظل الظروف اللي موجوده ديت. لما الامور تتحسن، احنا كنا ماشيين في 2016 لغايه قبل كورونا ماشيين كويس قوي، صحيح، والامور بتتحسن والناتج المحلي بيزيد ومعدل النمو بتاعنا بيزيد والدخل الفرد بيزيد، الدنيا ماشيه. لما الدنيا وقفت السنتين بتوع كورونا والسنه الثالثه دي، حافظنا على ان الدنيا ما تنهارش بينا. فالناس بتتكلم وكأن ما حصلش حاجه. يا يوسف خلي بالك، اللي حصل في 2011 و13 بيجيب اي دوله الارض. مش مصر اللي ظروفها صعبه. انا بس حبيت اتكلم معاك. ده اولا انا حظي حلو، بس وانا لو حبيت اتقل ينفع ولا ما؟ كالعاده كالعاده ينفع يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. طب سياده الرئيس، انا لو اذنت لي، رئيس الجمهوريه هو اللي وجه بالحوار الوطني، ورئيس الجمهوريه هو اللي وجه بتشكيل لجنه العفو الرئاسي، ورئيس الجمهوريه هو اللي وجه بالمؤتمر الاقتصادي. فعايز رئيس الجمهوريه زي ما عودنا طول الوقت، وزي ما احنا دايما آملين، بل احنا واثقين في سعة الصدر، فوت يا فندم. اكتر من كده معلش، عشان انا عارف ان حضرتك، انا عارف ان انا ليا معزه حبتين عند سيادتك يا يوسف. انت مش واخد بالك، هو انا عملت حاجه خالص؟ انا فوت ليه بقى؟ فوت عشان الرئيس. انا مش عايز حضرتك تبقى متضايق، والله العظيم انا مش متضايق. انا بقدر الموقف وبقول يا جماعة المسار ده يخوفني، أنا مش متضايق، أنا خايف. لا، الرئيس السيسي ما بيخافش من حاجة. في 2014 الرئيس قال لي كده. على بلدي يا يوسف، اسمع بقى، بتخاف على البلد بس مش بتخاف من حاجة. طبعاً. بس طبعاً. مش من حاجة طبعا. 100 مليون يا يوسف، والتجربة اللي احنا مارسناها وعشناها كانت قاسية قوي، والمفروض ان احنا نعمل كلنا انها ما تتكررش بينا تاني. فهي الفكرة مش خوف شخصي على نفسي، لا والله، انا خوف على الناس اللي ربنا اللي انا بيت مامون عليهم قدام ربنا. ال 100 مليون عارفين يا فندم؟ ما انا مش بتكلم على انهم عارفين ولا مش عارفين بقى، خلي بالك، ما انت بتتكلم على التلفزيون على الهواء يا يوسف يعني. ايوه بس. طيب سياده الرئيس، لو احنا لو انا عايز افكر بصوت عالي، الطرح اللي حضرتك قلته في علاقه النظام الصحي بالقطاع الخاص، هل ينفع او هل وارد انه يتطبق بنفس ذات الشكل في المنظومه بتاعه التعليم عشان نقدر نتخطى حجم الانفاق الرهيب ده؟ يا يوسف انا جاهز. اسمع، اتفضل يا فندم. التعليم ايه؟ التعليم يا يوسف عايز 60,000 مدرسه، اسف، 60,000 فصل كل سنه عشان نستقبل الزياده الجديده. صحيح. ال 60,000 فصل دول، ده الفصل بس. الفصل بيبقى معاه يعني خدماته يعني. طبعا. يعني انت بتعمل مدرسه فيها 50 فصل، في دورات للاولاد والبنات، وفي غرف للمدرسين، وفي يعني مدرسه متكامله. مش عارف يعني. فانت النهارده لو قلت النهارده ان ال 60,000 فصل دول يكلفوا بين نص مليون او مليون، يعني انت بتتكلم 60 مليار. دول ما لهمش علاقه يا يوسف بتكلفه التعليم. ده المبلغ ده انت عايز تحطه ده مبلغ عشان تعمل المدارس ديت. اه. ثم انت محتاج بقى يعني معاملات المدرسه اللي هو اجراءات تشغيلها. يعني ايه اجراءات تشغيلها؟ يعني المدرس ليه يدي بقى الدرس؟ لان العدد اللي موجود في التعليم دلوقتي حوالي 1.3 مليون في وزاره التربيه والتعليم. لو ما انت هتزود عدد المدارس ديت، المفروض بتزود عدد المدرسين كمان عشان يجابهم طبعا. يعني العمل اللي هيتم في الفصول الجديده. مش كده ولا ايه؟ صح. طب ده بكام؟ حدث ولا حرج. لا يعني هتديه بكام؟ 50 60,000 مدرس كل واحد في متوسط 5,000 جنيه في الشهر. 35 يا ريت. احنا بنظلم الناس وبنطلب منهم فوق طاقتهم. انت بتقول للمعلم خد دول وتعالى بقى يركب ميكروباص ولا يركب، هيجي يدفع منين؟ يفطر؟ طب يفطر ازاي؟ طب انا مؤاخذه يعني يلبس قميص وبنطلون ويجيبه منين؟ طب لو عنده بيت بقى يعمل ايه؟ هو ده الكلام. طب انا بقوله على الهوا؟ طبعا دي الحقيقه. اخبيها ليه؟ اخبيها لو انا عندي فرصه وحرمه كدوله. فارجع تاني، انت بتقول لي ايه؟ هل في حد في التعليم مستعد؟ اه مستعد. وانا حد المدرس، لو انا النهارده عندي
25 مليون في التعليم. وانت النهارده بقول ان الواحد فيهم يتكلف على الاقل 10,000 جنيه. 10,000. 250 مليار. طب انا بدفع منهم كام؟ 70 80؟ قول لي ايه؟ ادفع 70 80 يعني لقطاع التعليم الخاص ياخدهم منك وهو يدي التعليم ده. طب انا مستعد. عارف انا مستعد ليه؟ مش بقول لك كده عشان اعجزك في الكلام. لان اتمنى. بس هو ما بقاش اقتصادي ليه؟ ما بقاش ايه؟ ما بقاش اقتصادي ليه؟ طبعا. لو هو ما هو لو كان اساسا انا قادر على 250 مليار يعني يبقى اقتصادي ليه؟ لكن انت النهارده جاي تديني مدرسه فيها 1000 طالب ولا 2000 وعايز تعليم كويس اديرها وانظمها وتديني الرقم اللي انا المفروض هدفعه بقى اللي هو المبلغ اللي بدفعه المتواضع للمدرسه ديت. طب ما ده مش هيدي خدمه كويسه. وفي نفس الوقت انت غالي الايدي بتقول لي ما تاخدش حاجه من الولاد او المصاريف اللي احنا بنتكلم عليه. طب الرقم هيبقى محدود ومتواضع. لا انا مش حاجة اشتغل معاك. فيتراجع. وانا بكلمك وانت احنا مش على الهوا اهو. يا ريت. يا ريت. يا يوسف احنا مش هنعرف نحل المسائل اللي عندنا الا بافكار. صحيح. وانا قلت يا ترى النهارده يوسف لو شاب موجود جنب المدرسه هو مجموعه شباب زيه دخلوا المدرسه دي وطبطبوا على المدرسين وشكروهم وعملوا اي حاجه تعكس تقديرهم للي بيعملوه ده مش هيبقى لفته جميله؟ طبعا. طيب هتكلفهم حاجه؟ ولا حاجه. طيب ما هو احنا ما كناش كلنا كمجتمع نحط في ايدينا في ايدين بعض عشان نحل المسائل اللي ملهاش حل؟ ملهاش يا يوسف؟ حل. كان انا قلت الكلام ده قبل كده. انا بدردش معاك بقى ما احنا سهرانين. يا ريت. انا طول يا يوسف انا كان احد الرسوم الكاريكاتير بتتكلم في التلفزيون فبتقول انا بكتب في ان احنا قادرين وبقول لابنائنا ان احنا قادرين كاملين سوبر مان يعني. فقلت لها انا مش معاكي. ما تقوليش ما تعلميش الولاد ان هو مطلق القدره. علميه ان هو يقدر. لكن يقدر دي متباينه. لكن مطلق القدره ده مش صح. في حاجات اقدر اقول فيها ايه؟ ما اقدرش يا يوسف اعملها. وانا ما جيتش قلت لكم ابدا في الاول خالص كل اللي انا قلته ده بقوله دلوقتي. طب هو كلامي ما بيتغيرش ليه؟ لان التشخيص واحد يا ابني. صح. انت بتروح لدكتور ومعاك حاله. فالدكتور لو كان شاطر قوي يقول لك الحاله دي كده. طب انت عايز تطمن اكتر تروح لدكتور تاني اشطر يقول لك نفس التشخيص. تروح لعشر نفس التشخيص يقول لك ايه؟ طب ما تيجي تطلع تسافر بره. طب سافر بره يديك نفس التشخيص. القضيه يوسف ان التشخيص واحد يا ابني. التشخيص بتاع حاله مصر هي دوله ظروفها الاقتصاديه صعبه. تقول لي الله يا فندم احنا بنشوفك بتبني وبتعمل في كل حاجه. ده اداره موارد. اداره موارد عشان الدوله دي تعيش بقى ما تبقاش شكلها كده زي حديقة الحيوان. يا انا اسف يعني تخش تلاقي كلها اي كلام. طب ما كان مش كان في سنين قبل كده ناس نايمه في الصبيح في الشارع؟ اه. طب اتحلت ازاي؟ لما بنينا. لا اتبنت ازاي؟ بإدارة الموارد. بإدارة الموارد. ما اقدرش اخد موارد من حته او حاجه واحده واروح موديها في حته بس واسيب الباقي. انتوا ما تستحملوش كده. يعني ما تستحملوش تقولوا ايه؟ اوقف كل حاجه بص على التعليم. يعني ما فيش طريق؟ اه. ما فيش استثمارات؟ اه. ما فيش مواني؟ اه. ما فيش اي حاجه؟ اه. بس هنعلم بس. انتوا ما تستحملوش ده. وما فيش دوله تعمل كده. الدوله لازم تطلع بشكل متسق متوازي. 10 ادوار في كل 10 عمارات يطلعوا مع بعض. ما ينفعش ابدا نقول ليه بقى؟ لان هم اساسا كانوا منخفضين قوي يا يوسف. هم كانوا لو انا اسف يعني العمارات كانت على الارض يا ابني. ده صحيح يا فندم. انت ايه؟ على الارض. على الارض. والله كان في حاجات تحت الارض يا فندم. لا خلينا نتكلم كده. فاللي احنا بنعمله بنقول نطلع بيها كلها. ما اقدرش اقول ايه؟ الغي بقى القطاع ده دلوقتي يستحملنا شويه وبعدين نبقى نعمله بعد كده. لا. لان اللي حصل خلال ال 50 60 سنه اللي فاتوا كانوا كده.
طب يا فندم، انا طول عمري عايز اسال حضرتك، ليه اول حاجه بدات سيادتك تشتغل عليها القضاء على العشوائيات؟ ليه دي اول حاجه؟ لان العشوائيات دي معناها اهلنا، اهلنا الغلابه اللي محدش ابدا قادر يبص عليهم او يطبطب عليهم او يساعد يديهم حاجه حلوه. وبالمناسبه يوسف، هي الشخصية العدمية بتتشكل من ايه؟ اللي هي ما عندهاش امل ابدا، محبطة على طول. انا النهاردة تبقى قصة طالعة في الشارع، انا اسف يعني، خمسة ستة بيخشوا، خمسة ستة اسر بيخشوا حمام واحد، تفتكر الولد والبنت دول هيبقى احساسهم ايه تجاه الوطن؟ يعني مفيش احساس، كراهية تجاه الناس، الناس اللي سايبانا وبيطلعوا عمره يا يوسف. بيطلعوا عمره. ويقول عارفين ان احنا غلابه ومرميين. انا ما بقولش عمره، لا والله ما اقصد، لكن بقول لك يعني لا، كل سنه بيطلع ملايين المصريين وشايفين اهلهم في الشارع مرميين، ويطلعوا في التلفزيون يقول لك بص شوف الدوله، شوف الدوله سايباهم ازاي. طب ما الدوله مش قادره تعمل. طب انت تيجي تقول لي طب والله، طب انت عملت ازاي؟ اقول لك كلمه صعبه يا يوسف؟ اتفضل يا فندم. مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا، انت ما تعرفش انا بعمل ايه. احنا مقدرين. لا 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 لا، انت ما تعرفش، اللي يعرف واحد بس، ربنا. ربنا يا يوسف عارف، ونعم بالله. اللي يعرف انا بعمل ايه وبيساعدني مين؟ ربنا. عشان كده انا دايما دايما شاكر الحمد لله، ومكسوف ان انا مش عارف اشكره مظبوط، وبطلب منه الدعم والمدد، بقول له لاجل خاطر الغلابه اللي موجودين ساعدني يعني، واجبر خاطري واديني عشان اقدر اعمل حاجه. عشان بتجبر بخاطر الناس يا فندم. يا رب اعرف. لا بتعمل كده يا فندم، لو سمحت لي اقول لا يعني. لا بتعمل كده يا فندم. كله بيقول بتعمل كده يا فندم. جت عليك. بتعمل كده يا فندم. الناس انا زرت يا فندم الاماكن اللي انتقل فيها الناس من حال لحال، من عشوائيات خطر لبيوت وعمارات. انا كنت لسه من يمكن من شهر في مثلث ماسبيرو جنبنا، بعدها كنت في الخياله، قبل كده كنا في الاسمرات. الرئيس عارف عمل ايه؟ أنا كمذيع قلت أنزل أبص وأحاول أعرف الناس قدر الإمكان. الناس يا فندم هناك شعرة بالفرق وشعرة بالامتنان. المخمليين اللي زي حالاتي هم بس اللي مش واخدين بالهم. لا خليني أخليها زي اللي حالاتي كده. إحنا كلنا يا يوسف لما نحط إيدينا في إيدين بعض حتى لو كان بالقلب، يعني مش مطلوب منك إنك أنت تعمل حاجة، بس يكون قلبك مع اللي بيتعمل. مش مطلوب منك إنك أنت يعني، انا اسف يعني، شقاك تدي لحد تاني، مش مطلوب ده. لكن بقول في الاخر ان احنا يبقى قلبنا كلنا على قلب ببعض، على ان اللي بيتعمل ده لاجل خاطر انا لما بقول الغلبان والكلام ده الناس يعني يقول لي انت يعني اشمعنى كده يعني الغلبان مش كفايه غلبه؟ يعني يوسف الغلبان مش كفايه غلبه؟ كفايه قوي. طب مش كفايه يعني؟ طب ما نطبطبش عليه حتى بكلمه طيبه يعني، ما يحسش ان احنا مهتمين. اسمع، لما جينا نفرش الشقه دي قالوا لي بلاش. قالوا لي ايه؟ بلاش. قلت لهم يعني انا الناس دول هجيبهم معاهم هم جايين، تعرفوا؟ فقلت لهم ما تعرفوش، الناس دي هجيب حاجات هتفكرهم دايما بالظروف الصعبه. انا مش عايزهم ينسوا اللي هم كانوا فيه. عايزين حياه جديده. حياه جديده. ولو اقدر يا يوسف اعمل ده في مليون واتنين مليون هعمل يا يوسف. 2 مليون شقه، 3 مليون شقه، هعمل كده؟ هعمل. انت بتقول يسار. انت يسار مش كده؟ ايوه يا فندم الحمد لله. يعني انت فاهم قصدي ايه؟ يعني طبعا مهتم قوي بالغلبان. ما هو علشان كده احنا طايرين مثلا بمبادره زي حياه كريمه يا فندم في الارياف. اسمع، الحياه كريمه يوسف دي المفروض ان تكلفتها الماليه
مؤاخذة يعني، يعني مفيش أي شكل من أشكال الاستثمار. آه أيوه مفيش استثمار يا يوسف ليه؟ هو أنت بتصرف على إيه؟ على الناس. بتعمل بغير حياته، بتعمل مية شرب، بتعمل صرف صحي، كهرباء، بتعمل كهرباء بتظبطها، بتسفلت شوارع، بترفع كفاءة بيوت، بترفع كفاءة مدارس، بتزود مدارس، ومنشآت أخرى وفرص عمل يا فندم. البرنامج أبو 700 ده النهارده هيوسف كلف تريليون جنيه. البرنامج ليه؟ طب أنا عايز أقول لك على حاجة. طب بس وأنا قلتها بالراحة يعني. عارف يا يوسف وإحنا لما جينا أعلنا ده الشركات اللي بتجيب المستلزمات ديت غلت عليها السعر 30% يا يوسف. غلت إيه؟ 30% زيادة على الأسعار. أنا فاهم إن وما زعلتش منهم، قلت إيه؟ يا جماعة اتعاملوا مع الناس على إنهم ناس. ده تاجر وعنده فرصة. وحجم الطلب والعرض هو اللي بيحدد السعر. الطلب زاد قوي. والمعروض كان واحد تقريباً. فغليت الدنيا. هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل. هنعمل. والمرحلة زادت منها 6 شهور. بعد ما كنا بنقول إن هي تخلص. نص السنة اللي فاتت يعني شهر 6 السنة دي يعني طيب. تكمل معانا لآخر السنة دي ونبدأ المرحلة الثانية اللي كنا بنتمنى إن هم يخلصوا الثلاث مراحل في سنة 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 يعني. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ طب ده بيتعمل ليه؟ يتعمل عشان الغلبان ده. صح. تقول لي طب يعني والتعليم؟ أقول لك أنا بعمل ده وبعمل ده على قد ما بقدر وبستهدف حاجات تانية. يعني إيه بستهدف حاجات تانية؟ بستهدف أحل المسألة بشكل مختلف. بفكره. لكن بالمطلق ده انا اقدر اخش على 25 مليون اقدر اعمل لهم احسن تعليم؟ لا يا يوسف ده مش هيحصل. ده ايه؟ مش هيحصل في المدى القصير. مش هيحصل. لما تلاقوا نفسكم ودخلكم في السنه تريليون دولار يا يوسف. ايوه هيحصل. ليه تريليون دولار يا فندم؟ عشان يبقى 20 تريليون جنيه يا يوسف. اه عشان يبقى 19 تريليون جنيه يا يوسف. تقوم تطلع منهم تريليون للتعليم. للتعليم. 1000 مليار مش 250 بقى. تقوم تدي المدرس حلو وتأكل الواد حلو وترفع كفاءة المدرسة حلو وتجيب أنشطة جوه المدرسة جميلة يرسموا ويعملوا موسيقى ويلعبوا رياضة وكده يا يوسف. يبقى كام؟ أدي كده تريليون. عشان تقول النهارده انك انت تقول تحل المساله دخلك يبقى تريليون جنيه، ما تقوليش بعد 30 سنه. لا قريبا. يبقى هنعمل ايه عشان نعمل كده؟ كلنا على قلب رجل واحد عشان نحل المساله دي، ازاي نغنى من غير ما نخطف؟ عارف يعني ايه نغنى من غير ما نخطف؟ ايوه. لا ما اخطفش حد ولا اخطفش دوله. انا اخطف من فضل الله. اخطف منين؟ من فضل ربنا سبحانه وتعالى. اقول يا رب والنبي واخطف منه. ربنا غني وبيقبل ان اللي يدي العباد كده وزياده. صحيح. لكن غير كده يوسف مش هينفع ولازم تعرفوا كده. طب انا قلت لكم كتير اعمل لكم ايه بقى؟ طب الصحه زيه؟ صحه زيه؟ يعني في مستشفيات ما تقدمش الخدمه كده؟ ايوه. لازم تعرف ان انت مش بتقول لاولادك ما اقدرش. اه طبعا. طيب اشمعنى هم بيستقبلوها منك وبيقبلوها؟ والله لسه قايل لهم كده امبارح. لا يعني طلبات وقلت لا مش هينفع. عشان انت والدهم؟ ماشي. طب لو مش والدهم بيقول لهم كده؟ فاهم؟ فطولت عليك. لا بالعكس ده انا لو عليا للصبح بس انا عارف انه سياده الرئيس بيصحى 5 صباحا. لكن لو سؤال كمان ينفع سؤال كمان؟ 10. ربي يخليك لينا يا فندم. أنا يمكن سألت لسيادتك السؤال ده ويمكن كان ساعتها العدد قليل من الزملاء واللي أكبر مني في المهنة لما اتكلمنا على موضوع المواني يا فندم. أيوه. والناس بتتكلم يمكن بالتعبير الدارج هري وهبد عمال على بطال. إحنا عايزين نسمع من فخامة الرئيس المواني المصرية كانت إيه؟ بقت فين وهنعمل ايه؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجه يا يوسف. اتفضل. يعني انت بتسالني السؤال ده ليه؟ انت عندك افلام يعني بتسجل شكل المواني المصريه على مدى ال 50 سنه اللي فاتوا. صح. من اسكندريه، شيء كانت من الدخيله، من السخنه،
من السويس، من بورسعيد، من يعني ممكن نقول برضو من الحمراء اللي هي بتاعت البترول. بس هو ده كان موجود، وموجود وصوره موجوده، سواء كانت في اداره وزاره النقل او في افلام عندكم موجوده، لو انت دخلتوا في الارشيف بصيتوا هتجيبوه. حلو. ده الشيء. طب المولي دي كانت تقدر تحط، ما هو انت عايز ايه يا يوسف؟ عايز تطلع في كل قطاعاتك عشان كل قطاع يجيب لك ارشيف. اجيب شويه من المواني، اجيب شويه من الزراعه، اجيب شويه من الصناعه، اجيب شويه من الطرق، اجيب شويه من كل قطاع اقدر اجيب منه حاجه اعمل. طيب المواني تقدر تجيب لك قرشين كويسين، بس عشان تجيب لك قرشين كويسين لازم يكونوا مواني درجه اولى. صحيح. يعني ايه درجه اولى؟ يعني فيها ارصفه متصممه بشكل كويس، عمق ال يعني الرصيف بين 12 بين 17 بين 22، ده اللي هي عمق الارصفه يعني. طيب في وانا بكلمك كده في تمينه بقى جداد. انا قلنا النهارده ان كان عندنا تقريبا كل مواني مصر فيها 30 35 كيلو ارصفه. تمام. دلوقتي في 70 كيلو ارصفه. الضعف. يعني اللي اتعمل في تاريخ مصر القديم حتى 35 30 30 كيلو. دلوقتي بنتكلم في 70، منهم ايه؟ من اول على ساحل البحر المتوسط كده في ميناء تلاتينيو او جرجوب. ده حوالي كيلو ونص. بعمق الغاطس بتاعها حوالي 17 متر. خلص. اللي انا كنت فتحت، لو انتوا كنتوا حضرتوا معانا افتتاح القاعده البحريه هناك، لو تفتكروا الكلام ده من سنتين طبعا. ادي اول واحد. وانت نازل بقى تحت كده هيبقى عندك ميناء بقى الحمراء، وده بتاع البترول، يعني كفاءته كويسه وكل حاجه لصالح البترول. بس ننزل بقى على اسكندريه. ميناء اسكندريه بتزود له ارصفه ومحطات، وبيتقلب راسا على عقب، ونقول في خلال سنه ونص سنتين يكون خلص. اللي هو ميناء ايه؟ وخرجنا ناس مشينا وديناهم بشار يقعدوا عشان نفضي الناس اللي كانت عايشه جوه الميناء في بيوت. والميناء ده يا يوسف كان فيه مدرسه اتعملت جواه بالفساد، وعماره اتعملت جواه بالفساد من اسكندريه. على كل حاجه نكمل بقى نزل تحت كده من ابو قير. 15 كيلو ارصفه. الله اكبر. كم؟ 15 كيلو ارصفه. الارصفه دي 3 مليون متر مربع، وظهير يتبني فيه 7 مليون متر في البحر بعمق 3 كيلو. يعني تاخد عربيتك وتخش على الارض دي تمشي جوه البحر 3 كيلو. كم؟ 3 كيلو. ب 7 مليون متر. عمق الرصيف 22 في البحر المتوسط. مصر تبقى تاني دوله عندها الرصيف ده. مصر يبقى عندها ايه؟ الرصيف ده. نخش على اللي بعد منه دمياط. نفس الكلام، بترفع كفاءته وتتعمل ارصفه جديده، وكل المشاكل اللي كانت موجوده على مدى السنين اللي فاتت مع المستثمرين ومع ده أدخل، وكان في تحكيم خلصناه ورضينا الناس، وبنحل المساله عشان نطور الميناء وبنطوره. خلصنا دمياط، نزل على بورسعيد. بورسعيد في شرق وفي غرب. شرق في 5 كيلو ارصفه، منهم الارصفه بتاعت مرسك. وعلى البحر المتوسط في رصيف تجاري اخر كيلو ونص. كيلو ونص. ونص. اللي هي منطقه قناه السويس. في العريش فوق، تطلع فوق العريش بقى خالص، العريش اللي كان فيها الحرب دي. العريش. أيوة. سينا. ايوه. بيتعمل فيها ميناء، خلص 500 وبنكمل كيلو يبقى كيلو ونص. كده البحر المتوسط. خش البحر الاحمر بقى، يبقى بنشتغل على ميناء غرب بورسعيد، اللي هو ميناء بورسعيد القديم يعني، نطوره ونرفع كفاءته، وننزل بقى تحت على سفاجه والادبيه والسخنه، ونطلع فوق كده شويه عند برنيس. برنيس خلص. برنيس خلص، في قد ايه؟ في كيلو. دي شبكه اللي هي المواني الجديده. السخنه في
15 كيلو زياده. كم؟ 15 كيلو زياده في السخنه. وبيتعمل دلوقتي وبيتكركوا، قول كمان نص السنه الجايه اخر السنه الجايه يكون خلصان، تتفرج على مين ايه؟ عالمي. ايوه عالمي عالمي، تقول الله انت بتعمل هنا عالمي مش عايز تعمل في التعليم ليه؟ اقول لك انا عايز اعمل هنا عالمي عشان اجيب منه فلوس احطها في التعليم. عايز اعمل زراعه اصرف عليها مليارات عشان اجيب قرش منها اغطي، ما اشتريش بالدولار قمح من بره عشان اصرف على اغنى، عشان اغنى والصناعه وكلام من هذا القبيل. بس فيعني دي المواني اللي احنا بنتكلم فيها. طب بقول ايه؟ في فرق يقول لك تعالى اعمل مينا وشغله، في بقول لك ان انا عملت مينا تعالى شغله. للاشقاء للاصدقاء لرجال الاعمال المصريين، انت يا عم ما تصرفش انا اصرف. ده منطق، منطق بعيش بدير بيه التاريخ اللي انا شفته في البلد دي لما بخش في مسار الطرح اللي هو ايه؟ اعمل انت وابقى واديني يعني. لا انا هعمل وانت تدير او غيرك. واللي يدفع اكتر وادفق ايه؟ اشتغل. والريس بنفسه اللي هيشوف الحاجات دي. لا ما عنديش حاجه ثانيه اعملها غير ان انا اشوفكم كلكم زي ما انا شفتكم النهارده كده. الله اكبر. يا بختنا. كده يعني انا يوسف قاعد ليها. باذن الله على طول يا فندم. بفضل الله سبحانه وتعالى لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بامر ثاني يعني، بس يقبلني ويبقى يعني يتجاوز عني طولة العمر والبركه في العمر وتفضل موجود معانا برضه يا فندم. الله يخليك يا يوسف. بس ده المواني المطارات كده. طب شبكه الطرق اللي بتخدم على اللي انا بتكلم فيه ده، شبكه الطرق فوق خيالك. هو احنا يا فندم كنا زمان عندنا كام كيلو طرق ودلوقتي بقى عندنا قد ايه اللي اتعملوا خلال الثمان سنين اللي فاتوا؟ خلي بالك احنا بنتكلم اذا كنت عايز تسمع في الطرق، يعني في فرق بين انك تعمل طريق وانك تعمل طريق درجه اولى، يعني اللي انتم بتسموه هاي واي وكده يعني. ايوه اي طرق بعملها انا تبقى هاي واي. حلو. انا ما عملتش غير كده. طب ليه بتصرف على الكلام ده؟ انت عارف انا بصرف منين؟ بعمل ايه؟ هو انت عارف يعني ايه دوله تتعمل تبقى قادره على انها تقوم تجيب التريليون دولار ده بعد شويه؟ عشان يجيب الكلام ده لازم اعمل ده، ولازم الانطباع كده، مش يتقال علينا ان احنا ولا عندهم طريق ولا عندهم كهرباء ولا عندهم ميه ولا عندهم. ما انا هبني مصانع من غير طرق ازاي؟ انا مش هتكلم على انها، اسمع، لما تبقى انت الدوله 128 ولا 130 في ترتيبك في الطرق، بالمناسبه التقرير اللي طالع على ان مصر 28 طالع بقاله 3 سنين. ما كانوش لسه راجعوا اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا. كان كام؟ 28 من 3 سنين. طب بنقول كده ليه؟ لان طب احنا بنعملهم ليه؟ زي ما اتقال كده ان العاصمه لوحدها كانت بتستهلك وقود وكفاءات عربيات ووقت الناس بحوالي 8-10 مليار دولار في السنه بتبيع على من القاهره، يعني الناس اللي بتشتغل بتتحرك جوه القاهره. تيجي تتكلم طب انا جيت عملت ده في القاهره، يقول لك انت عملت الطرق ليه؟ اقول له يا ابني احنا بنخسر 8 مليار دولار بتاع شويه كده، يقول لك ايه؟ انت عملت الطرق ليه؟ يا سيدي والله كنا بخسر 8 مليار كل سنه دولار. يقول لك برضو انت عملت الطرق ليه؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بس طيب احنا كنا عندنا قد ايه طرق بقى؟ منك سالت السؤال. ايوه. احنا اضفنا ما يقرب من 17,000 كيلو. امال احنا كان عندنا ايه لما احنا عملنا 17 يا فندم؟ شوف يا يوسف احنا كان ممكن يكون عندنا 10,000 كيلو و30,000 كيلو طرق داخليه في القرى والمدن والمحافظات والمديريات. اللي انا بتكلم عليهم دول مش طرق، انت ما فيش طريق بتكلم عليه اقل من 4 حارات وانت طالع فوق، 5. لو سمح لي الريس، هم مش اقل من 5 يا فندم. انا بقول لك يعني مش اقل. غير كده اللي بفتحه في المرج والمطريه يوسف، يبقى تعالى معايا كده اخدك مره. يا ريت اوريك. اتشرف اتشرف. كانوا فين؟ وعشان افتح لهم طريق بشيل بال 500 عماره او بيت وعوضهم واديهم فلوسهم ولهم تشكري. ما ده معناها ان التكلفه مضاعفه 3-4 مرات. عشان نفتح لهم يعيشوا، ما يبقوش هم كلهم قاعدين جوه كتل كده جنب بعضها. فده اذا كنت بتسال على
على الطرق يعني. والكلام ده بيتقال وبيفتتح. الطريق بتاع اسكندريه اللي بتكلم عليه ده اللي هم ال 35 كيلو دول يا يوسف كان 3 و3، وده طريق بتاع مينا رئيسي من اسكندريه، فالمينا الرئيسي في مصر من اسكندريه. هنا ايه؟ اسكندريه. فانت الشاحنات بتخش عليه والمسافرين والحركه كلها حتى على الساحل الشمالي كلها هتبقى منه. فلو انا قلت الكلام اللي قلته النهارده وسمعتوه في مع الفريق كامل، بقول له يا كامل ما تشتغلوا في الطريق ده، ضيق قوي وحالته سيئه قوي. قال لي فندم بنعمله ان شاء الله، بس اديني 3 عمال. ليه يا كامل؟ قال لي كده. قلت له يا كامل مش هينفع كده. النهارده روح لو انت ما رحتش روح ايوه يوسف شوف الطريق. لا انا شفت طريق الساحل الشمالي لما كنا مع سيادتك في الضبعه، فروحت محود وقلت اخش بقى اشوف الطريق اللي بيتكلموا عنه، فلقيت طريق بالنسبه لي انا قلتها على الهوا، ده طريق ما فيش منه، انا سافرت يجي 16 دوله ما شفتش الشكل ده ولا الكفاءه دي. محور التعمير يا يوسف بتاع اللي انا بتكلم عليه ال 35 كيلو شفته يا فندم نفس المستوى. شفت محور التعمير وشفت اليمين والشمال ومعدي جنب أليكس ويست، شفته يا فندم. ده 8 حارات وده 8 حارات. وحوالي 12 منطقة تنموية بعملهم ليه يا يوسف؟ عشان وأنت ماشي على الطريق تخش تشتري حاجة. طب هتشتري حاجة أنا يهمني إيه؟ إنك تشتري؟ أنا يهمني الراجل اللي واقف بيبيع لك وبيشتغل بياكل يوم وتعيش آخر اليوم. الشباب اللي بيشتغل ده. أو ياخد 150 جنيه ولا حاجة يروح بيهم. بس بعمل ده فرص عمل عشان أدي بالأفكار دي فرص عمل للشباب دول أو للناس ديت اللي ما عندوش فرصة وما فيش أمل لشغل. أعمل له هنا تحت كوبري 10 12 محل تحت مش عارف إيه، بعمل كده. مش بتشوفوا الناس بتصور إيه اللي معمول ده؟ الناس دي بتعمل عشان الناس تشتغل وعشان تأمن الكباري. عشان ايه؟ تعمل الكباري تأمن. في ناس بتشتغل وفي ناس بتأمن وفي ناس زي ما حضرتك ذكرت فرص عمل للشباب. وتأمن الكباري. وتأمن ايه؟ تأمن الكباري. كده. فأنا عايز أقول ايه؟ أي قطاع بقى؟ طب احنا سيبنا المدارس؟ لا. طب سيبنا الجامعات؟ لا. أنا خلصت جامعات لغاية 2000 لغاية 20 سنة جايين. الله. طب ليه عملت كده؟ لقيت فكره وجريت عليها وعملتها. اسمع يا يوسف. اتفضل يا فندم. هديك مثالين فاضحين. بقول لك انت عايز تسهر بقى. ايوه. طب اسهر عشان نروح البيت بعد كده. هو حد يطول يا فندم يسهر مع سياده الريس؟ ربنا يبر خاطرك يا يوسف. يا رب يخلي سيادتك. احد العلماء الافاضل الله يرحمه دكتور احمد جالي في 2014 كده قال انا عايز اعمل مدينه علميه وبتاع. دكتور زويل. قلت له انا طب مطلوب مني ايه؟ قال لي تخلي بس الهيئه الهندسيه تعملها لي. قلت له حاضر. بس دكتور احمد انت هتدفع تمويل؟ قال لي طبعا انا جايب فلوس ومش عارف ايه وفي ناس هتتبرع وكلام من هذا. ماشي يا فندم. حلو. وراح قال لي انا في ماديا دلوقتي 500 مليون جنيه. كويس. طب هات الرسومات. جاب لي الرسومات. هات الرسومات. جاب لي الرسومات. قيم الرسومات دي 3.5 مليار. يا دكتور احمد الله يرحمه انا بقول لك قبل الشغل هتبقى هتقدر تجيب الفلوس؟ قال لي طبعا. اشتغل. تعب بعد كده الراجل الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا يعني توفى. كملتها ولا سبتها؟ كملتها يا فندم. كملتها. طب حد اداني حاجه؟ لا. هتقول لي طب وانت هو انت بتدفع؟ انت بتتكلم كده وكأنك بتدفع من جيبك يعني. اقول لك لا، بس كل حاجه ليها التزاماتها طبعا. يعني طب ما هو ازاي اكملها ولا اسيبها؟ اسيب الكوبري 5 سنين يوسف ما تعملش؟ لا. اسيب الكوبري 3 سنين ما تعملش؟ شفت كوبري ما تعملش؟ ما فيش. انا عملت 1000 كوبري في الفتره بتاعتي. 1000. شفت كوبري اتعمل في سنتين ثلاثه؟ لا. امال ايه؟ اسابيع شهور. لازم انك انت فاهم كويس تدير عملك ازاي عشان ما تبلاش موضوع وتوقف. ادي اول واحدة. الحاجة التانية مستشفى 500. دي برضو يعني ناس طيبة وافاضل ورجال اعمال كويسين. قال انا عايز اعمل مستشفى للاورام اعالج فيها الناس بالمجان.
قلت له طيب عايز ايه؟ قال لي الارض وبتاع، قلت له ماشي وايه تاني؟ قال لي نعمل 1000 سرير. قلت له 1000 سرير؟ قلت له انت عارف 1000 سرير دول علاجهم السنوي كام؟ ده المواطن اللي عنده اورام بعيد عن السمعين يكلف 300000 جنيه. يكلف ايه؟ 300000. طب انت هتجيب المليارات دي منين؟ طب وانت هتعمل المستشفى دي هتكلف 17 مليار. هتكلف كام؟ 17 مليار. 17 مليار. توتال. لا انا شايف ان احنا نعملها اقل من كده. القرشين اللي جابهم حطهم وشكرا. كملت؟ طب انا لو استنيت الرقم مش هتكمل. مش هتكمل. اطلع شوف 500 500 عامله ازاي. كملناها. ها؟ كملناها. بنكملها وقلنا ان احنا نخليها 300 سرير بس. لان مش ممكن اي تبرعات تبقى كافيه لتكلفه العلاج، وده كلام هي دي مشكله الناس. مشكلة الناس ايه؟ ان الحلم مش 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 مستكمل بفهم وتقدير حقيقي للواقع. انا قلت لك في النهارده كنت بقول في اللقاء الجامع والكاتدرائيه قلت نتبرع بيهم يا مصريين، كل المصريين عشان نعمل الجامع الكاتدرائي. وانا بقول لك احنا دلوقتي بعد ما خلصوا وبنوا واتعملوا 10% بس نتبرع قيمه الله. كم؟ 10%. اوعى يا يوسف تدي ظهرك للناس وتقول يبقى كلام بس. يا ريس حضرتك ليه ما استسهلتش الموضوع والفلوس جبنا بيها شوية قمح على شوية زيت على شوية شاي على شوية سكر وفراخ مجمدة ولحمة برازيلي؟ طب ما الحاجة هو في حاجة يعني أنا الكلام ده أنت بتتكلم وكأن ده مش موجود. ده حاجة موجود؟ كنا بقى هنجيب أكتر بدل ما نقعد نعمل في طرق وكباري ومصانع ومدارس ومستشفيات وجامعات. مش في ناس بتقول كنتوا جابوا لنا بيها أكل وشرب أو وزعوها علينا؟ ليه ما استسهلش الرئيس كده؟ كانت هتبقى أسهل حاجة. لا أبداً أبداً. هو عايز أقول إيه؟ طب أنا وزعت عليك دلوقتي، طب بكرة، طب السنة الجاية. مفيش. لكن أنا لو قدرت أعمل لك قدرة وخليت البلد دي تكبر وتغنى بفضلك يا رب. يا رب. يبقى إنها رزق والناس تشتغل وتجي تاكل عيش. هو اللي حصل في 2011 كان اتعمل ليه؟ عشان الناس كانت عايزة تعيش. ما كانش في أمل. خالص. كان في إحباط. وكان التشخيص اللي بيطرح من المفكرين والمثقفين والسياسيين والإعلاميين ما بينطبقش على الواقع. خولوا البلد خسر أو هدوه. خسرنا 477 مليار دولار. البلد مش قادر تاكل. ماشي. شايفين ده صح. طب لما انتوا عملتوا كده احنا كلنا المصريين عملنا كده. طب مش لما تكسروا تصلحوا؟ المفروض. يتصلح. ترد. نتصلح. نحاول. نصلحه. مش تقول يلا صلح وريني وريني همتك. لا نصلح. شغلك. جماعة. انت مش شايف شغلك ليه؟ التعليم بتاعك ماله كده؟ المستشفيات بتاعتك مالها خربانه؟ ليه مش الله 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 ده انتوا اللي عملتوه. ده انا بصلح اللي انتوا عملتوه. اللي كسرتوه او اللي ما اللي كان فاضل وكسرتوه عايز ارجعه تاني. انت هتقول لي ايه الالم ده؟ كل بيفهم كتير يا يوسف بيتعذب واللي ما بيفهمش مرتاح. اللي بيفهم كتير ايه؟ يتعلم. يتعلم. اللي ما بيفهمش مرتاح قوي صحيح. مش عارف حاجه. عايز تسال تاني؟ ينفع؟ وبقول لك للصبح. يا سلام. هروح شغلي برضه الساعه 5 يعني. هو انا كده كده خلاص الباب اتربس عليا من جوه.
خلاص كويس. الحمد لله احنا بايتين هنا في ماسبيرو، بس ليا الشرف. سيادة الرئيس، الناس برضو بتيجي تتكلم تقول طيب يا جماعة احنا عايزين نعرف المستقبل بتاع الصناعة في مصر، احنا في مصانع كانت متوقفة، مصر مش واخدة مسارات في خط التصنيع او تنمية الاستثمار في الصناعة. طب وهكمل لك اهو، اسمع بقى، اسمع انت اهو. بص يا يوسف، اتفضل. حصل للصناعة ثلاث هزات. الهزة الاولانية في احداث 2011 و13 خرجت مصانع من الخدمة. خرجت ايه؟ مصانع من الخدمة. ليه؟ انت عامل مصنع بناء على دراسات جدوى وعلى فلوس واخدها من البنوك وعلى تشغيل. لما خدت ضربة ما استحملتش. وده مش عيب انك انت ما استحملتش. هو العيب انك خدت ضربة. اقول تاني؟ اتفضل يا فندم. انت مش عيب انك انت ما استحملتش. العيب انك انت خدت ضربه، والضربه دي انت مش انت السبب فيها، الظروف اللي سبب فيها، زي ظروف كورونا كده، زي ظروف الحرب الروسيه كده. صحيح، خدت بالك؟ دي واحد. نمره اتنين، دي الضربه الاولانيه، يبقى 11 وايه؟ و13. 11 و13. طيب في بعض المصانع كان دراسات الجدوى بتاعتها يعني مش دقيقه، يعني الناس حطت استثمارات ولكن الجدوى بتاعتها مش موجوده، ما كانش ممكن يكملوا الناس. انا بديك قضيه الصناعه اللي هي اللي انت بتتكلم عليها. ايوه. طيب دي اول ضربه. الضربه الثانيه في 2016 لما تحولت من 8 دولار 8 جنيه للدولار ل 16، عملت تحرير سعر الصرف، عثر بعض المصانع ديت نتيجه تغير سعر الصرف. فالدراسات اللي اتبنت عليها المسار برضه تلقى الضربه بالاجراء الاقتصادي ده. الاجراء ايه؟ الاقتصادي. الاقتصادي ده. طيب احنا حاولنا نصلح ده ونقف جنبهم سواء من خلال مبادرات من البنك المركزي عشان نحاول نقوم. نجحنا مع جزء وما قدرناش نكمل، مش ما قدرناش عشان ماليا، عشان ما بقاش اقتصاديا ممكن يشتغل. ينفعش يعني وقفنا مديونيه، الغينا ضرائب، اسقطنا مثلا حاجه للكهرباء كده يعني عشان اديله فرصه ان هو يقوم تاني. لكن ده الضربه الثانيه. الضربه الثالثه في ازمه كورونا والازمه الروسيه. ان هي نتيجه الازمه ديت سلاسل الامداد اللي بنجيب منها قطع الغيار ارتفع سعرها كتير. فبدل ما كنا بنشتري الحاجه ديت وبننقلها، الكونتينر كان برقم يعني 800 900 دولار بقى 10 و 12 الف دولار. ده كان ليه تاثير كبير على السلاسل بتاعه الامداد. الحاجه الثانيه يا يوسف، انت في النهايه معاك قرشين كدوله في بالدولار، يعني ليك دخلك من الدولار بيجي منين؟ بيجي من قناه السويس، تحولات المصريين في الخارج، بيجي لك من الصادرات بتاعتك سواء كان زراعيه او صناعيه، والاخر حاجه السياحه. في حاجه روعه، مفيش تاني. هل عندك موارد تجيب لك مال سايل تبيع مثلا خامات او كده؟ طيب انت بتستورد 10 مليون طن قمح في السنه. احنا بنشتغل في حدود 18 مليون طن قمح في السنه. انت بتستورد حوالي 10. اللي احنا عرفنا نعمله خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا ان احنا يعني نكسر حوالي 2 مليون طن زياده، يعني يبقى انتاجنا 3.5 4 اللي هيتسلم للحكومه. معايا وشغالين. عهدك ان شاء الله اخر السنه الجايه ينزل مليون فدان زياده من الانتاج بتاعنا. الله اكبر. ان شاء الله باذن الله. بعديها بست شهور كمان ندخل مليون تاني ان شاء الله. باذن الله يا رب. طيب نرجع بقى الحاجات دي لما غليت يا يوسف بقت عبء على الدولار. ليه بقت في مشكله دولار في مصر؟ لانك انت النهارده كان ليك حجم معين من الدولار بيخش لك. بقينا احنا حريصين على ان الدولار ده يكفي الاول السلع الاساسيه. لان ما اقدرش اقول للناس ما تاكلش. صح. ما اقدرش. فكان لابد. طب القمح زاد من 280 250 260 ل 400 و 450 يعني الضعف. انا
لو انا النهارده بدفع في القمح مثلا 3 مليار رقم 6، لو انا النهارده بحط في الدوره 2 مليار رقم 4، الدوره اللي عشان اكل انا اسف يعني الاعلاف العلف والدواجن وكلام هذا القبيل، دي دوله فيها 100 مليون يا يوسف. ايوه يا فندم. دي دوله فيها ايه؟ 100 مليون. احنا كرجال صناعه كنت حاولت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ان احنا نزود حجم المنتج الصناعي عشان نخفض من فاتوره مستلزمات الانتاج. نخفض من ايه؟ فاتوره مستلزمات الانتاج. مستلزمات الانتاج يا يوسف بتكلف 30 مليار دولار. بتكلف كام؟ 30 مليار دولار. اه لان الخامات اللي بتيجي وبتاع والناس بتشتغل سواء الحاجات دي بتتباع جوه مصر او بتتباع بره مصر. فاهم اقصد ايه؟ ايوه. فعشان كده بقى الضغط على الدولار غالي. هديك مثال. احنا يوسف كان يعني مثلا يعني لما كان البرميل بترول ب 50 وب 60، احنا دلوقتي بنشتري بالاسعار دي في حدود 2 مليار دولار في الشهر. كام؟ 2 مليار في الشهر. ده وقود اللي هو البترول. بترول. اه. طيب لما كان النهارده ب 50 كان يبقى مليار ولا مليار و100 ولا حاجه. لما يبقى 80 و90 و100 و100 اكتر من كده الفاتوره هتكبر مننا تبقى 2 طبعا 2 و100 2 و200 عبء طبعا. بس في الاخر انت لازم تخش محطه البنزين وتلاقي بنزين، وتخش السولار تلاقي سولار، والمعدات اللي بتشتغل في كل حته في مصر تلاقي الوقود بتاعها. طيب نرجع بقى طب الغاز بقى، عشان كده لما قلت ان الغاز كان كرم كبير من ربنا الحمد لله. الغاز بالسكه السوداء بقى اكتر. احنا بنستهلك غاز باسعار 4 دولار للوحده لانتاج الكهرباء في مصر 2 مليار دولار في الشهر. طب يا يوسف بقى انا ما عنديش انتاج غاز. كنت هشتري الغاز ب 20 و 30 دولار للوحده. يعني ال 2 مليار دول كنت هدفعهم 10 و 12 في الشهر. طب كنت هدفعهم؟ لا معيش. نعمل ايه؟ هستلف. لا هتستلف ايه؟ مش هجيب. لا مش هجيب وهطفي. اطفي. اعمل ايه؟ عرفت ليه انا ببقى زعلان ومتألم؟ عرفت يا يوسف؟ فاهم يا فندم. عرفت بقى احنا بنتكلم في وادي، خليها فيك انت، خليها فيك انت، وانت في وادي تاني. ايوه. وانت ايه؟ ماشي. في وادي تاني. وادي تاني خالص تقول اي حاجه. وايه المهم الكلام مترتب كده ورا بعض متنظم، يوسف بيتكلم يعني، واسمعوا بقى عشان ايه؟ هنعلمكم تتكلموا بقى، هنعلمكم تقودوا بلد يعني، هنعلمكم تحلوا مسائل، هنعلمكم تدوا حقوق للناس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لسه تاني؟ لسه تاني مش كفوكمش اللي عملتوه؟ ياه. عرفت زعلان ليه؟ ولا عاش ولا كان اللي زعلك يا فندم. لا انا زعلان، انا زعلان عليها على البلد. البلد في ايد امينه يا فندم. لا ربنا يامنها. لا والله. المهم عايز اقول لك يعني ايه؟ طب بقى خلي بالك الدولار اللي احنا بتاع الغاز اللي احنا بنتكلم عليه ده. أنا قلت النهارده 17 مليون وحدة تدفع أقل من 50% من ثمن الكهرباء. على إيه؟ على بـ4 دولار للوحدة. وأنت يا يوسف لو كنت بتدفع عشان برضه الشرائح الكبيرة بتدفع تقريبًا ثمن الكهرباء بتاعتها. لو حسبتك على ثمن الكهرباء الحقيقية اضرب في 5 من اللي أنت بتدفعه دلوقتي. صحيح. لو أنت بتدفع 2000 هتدفع 10. 10. طب أنا ما دفعتهملكش يا يوسف. مش انا عبد الفتاح، مصر، مصر الغلبانه دي فضل كبير ونعمه من ربنا. طب اسال لما اعطل تعرف ان انا مش عارف شغلي، وعايز اللي ما يعرفش يعمل ايه يا يوسف؟ ما يتكلمش. اللي ما يعرفش يعني عند سيادتك يعني الحق ما يتكلمش عشان ما يظلمش، عشان ما يديش يبني راي عام خاطئ يخليه يقوم يهد البلد وهو متهيألو ان هو بيجيب حق البلد وحق الناس. هي دي مصر اللي انا بتكلم عليها يا يوسف. قول لي اي سؤال بالارقام بالتحديات
هرد، واللي يقدر يحل يجي يجي لي يقول لي بكره انا جاي ورق وانا هاخده اعوز دماغه واقول له يلا يا جماعه يلا شيل. ربنا يا رب يوفقك وتساعد وتقدر تحل معانا لان دي بلدنا. ايه تاني؟ اسال بقى. الناس يا فندم لما كانت بتتكلم طول الوقت على العاصمه الاداريه، انا مش هسال بقى على العاصمه، انا هسال ليه سياده الريس فضل بيسمع اعتراضات احيانا، يسمع كلام غير دقيق احيانا، كل حاجه الريس بيشوفها وبيقراها في الجرايد وبيسمع اللي الناس بتقول فيه، وفضل ساكت 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 لحد المؤتمر الاقتصادي قال حقائق وارقام. لا لا يوسف، لا 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 والله انا لو عملت كده ابقى مش امين مش امين معاكم. لا انا قلت الكلام ده يوسف قبل كده مرتين ثلاثه والله العظيم. قلته لنا يا فندم. لا انا قلته، انا بنفسي يا يوسف قلت على موضوع العاصمه. يا جماعه يا اللي بتتكلموا على العاصمه، اللي بتتكلموا على العالمين، يا اللي بتتكلموا على راس الحكمه، اللي بتتكلموا على 40 مدينه بني سويف والمنيا الجديده والاقصر واسوان وكل ده معمول بفكره ان انا بحول الارض اللي بس المتر يساوي 100 جنيه الى متر 1000 او 10000 حسب قدرتي على تنميه، واجيب من الفلوس اللي ببيع بيها ليوسف ولغيره اللي انا بنمي بيه، ويبقى انا اللي عملته كله مش من موازنه البلد. يعني انا يا فندم عملتها ببلاش؟ لا مش ببلاش. بايه؟ انا كسبت 2 تريليون جنيه. كسبت؟ عمري؟ الله اكبر. طب معلش استاذن اشرحها لنا يا فندم. انا بقول كل حاجه معروفه. ايوه. وقلتها قبل كده. قلت 750 مليون متر. كم؟ 750 مليون متر مربع. هي 175 الف فدان. حلو. فانا بحط رقم تحفظه 750 مليون متر. لو المتر يقيس ب 100 جنيه ب 75 مليار. لو المتر يقيس ب 1000 جنيه ب 750 مليار. لو المتر يقيس ب 10000 جنيه ب 7.5 تريليون جنيه. صح. ها. انا كل اللي نميته شغال في 40000 فدان دلوقتي ل 175. لسه قدامي 135. واللي نميته ده يعني لسه في كتير جدا ما اتعملش يعني. مش بس كده. فالنهارده انا بعت ارض وببيع ارض للمطورين. بنيت الحي الحكومي من البيع اللي بعته. بعمل المرافق من البيع اللي بعته. بخليها بالشياكه اللي انت شايفها دي. أيوة. من البيع اللي بعته. ثم بعد كده ان شاء الله اللي عندي كشف البنوك من الشركه مش انا يعني، شركه العاصمه يعني. ايوه. عندها فخ، وانا قلت برضو الكلام ده قبل كده، 45 مليار وعندها ائتمان واجب السداد 45 مليار. ادي 90 ده كاش يا فلوس. تقول لي طب ما جبتهم لنا ناكل بيهم. اقول لك يا يوسف انا بعمل كيانات اقتصاديه عشان افضل اغني يعني أغني هنا وهنا وهنا في العالمين وبني سويف وفي المنيا وفي الأقصر وفي أسوان وفي الجلالة وفي شرق بورسعيد وفي راس الحكمة وفي العاصمة وفي المنصورة الجديدة وفي رشيد الجديدة. ببني كيانات تجيب فلوس وتخلي أصول البلد دي بعد ما كانت كلها عبارة عن القاهرة القديمة أو كده، أو حتى القاهرة الجديدة. لا أنا بقول لك لو أنت جبت المتر، لو قلت المتر ب 1000 جنيه 750 مليار. لو أنت قلت المتر ب 10000 يبقى 7.5 تريليون جنيه. طبعا تقول لي طب أنت ممكن تبيعهم دلوقتي بالمبلغ ده؟ أقول لك لا يا يوسف، لكن ده يعني ممكن حاجة على 10 سنين اللي جايين، إيه 15 سنة جايين. بس أنت أوجدتهم بفضل الله. لكن لو كنتش عملت ده كنت هتفضل زي ما انت كده. يبقى انا عملت عاصمه، اديت انطباع للمصريين ان بلدي يفرحوا ببلدهم ويحسوا ان بلدهم قويه وقادره، وفي نفس الوقت ما دفعتش حاجه. وبقى ليا دخل اقدر للاجيال القادمه اقول ايه عندي هنا، اقدر كل سنه اخد لي من الارض دي 100 مليون 100 مليار 200 مليار حسب قدرتي على بناء نقاط جاز. طيب فخامة الرئيس اتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية في 2016
وحصل تحرير لسعر الصرف ووصل الدولار يطلع لحد ما تقريبا وصل يجي 19 جنيه، إلا أنه بعد كده أصبح بيهبط تاني لوصوله إلى تقريبا 15 جنيه 46 قرش. فكان في إجراءات اقتصادية هي اللي أدت إلى هبوط سعر الدولار لحد ما جت الكورونا. هل فندم فخامة الرئيس بيقدم مجموعة من الإجراءات وبرضو الإصلاحات الاقتصادية اللي من شأنها بعد شوية تخلق هبوط مرة تانية في سعر الدولار؟ عارف يا يوسف، فكرة انك انت تحسب قدرة الاقتصاد بتاعتك بسعر الدولار فكرة مش دقيقة يعني. واحنا كلمنا في المؤتمر خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، دي فكرة مش دقيقة ومش وقل تكون صائبة يعني. حلو. والفكرة كلها ايه؟ القضية اللي عندك انك انت بقى عندك العملة المطلوبة لتكفية كل مطالبك وزيادة. يعني لو انت بتستورد ب 100 مليار في السنة، او حجم الدولار اللي انت محتاجه في السنة للإنفاق 100 مليار، يبقى معاك 110 120 130 تجيب بالمية وتحط ال 20 30 في الاحتياطي بتاعك، والسنة اللي بعده 20 تنين 30 لغاية لما يبقى عندك 200 300. وده بيعكس قدرة الاقتصاد. مش هتعمله غير بانك انت تقلل فاتورة الاستيراد وتزود فاتورة التصدير. عظيم. فاتورة الاستيراد تقللها وتزود فاتورة التصدير الصناعة. ليه؟ الصناعة. الصناعة. واحنا شغالين في برنامج يعني مبادرة كتبنا مبادرة ابدأ، لو كنت سمعت عنها ابدأ. طبعا. الهدف منها كلها انك انت تعمل احلال لكتير من مستلزمات الانتاج اللي انت بتجيبها من الخارج وتعملها في مصر. بس تاخد وقت كبير. هديك مثال. النهارده بتيجي تقول لي طب بتعملوا مصانع ويلا ما عملتوش في 7 8 سنين دول مصانع. يوسف انا عشان اعمل مصنع لبيت الكوبايات مثلا بياخد مني 5 سنين. هيشغل في الاخر 700 800 واحد. ولازم اعمله يعني مش مثلا لما اقول كده يعني ما يتعملش. لكن انت عشان تقدر تحمل صناعات كتير جوه مصر عايز ارقام كبيره قوي، وعايز يعني رجال الصناعه يعني هديك مثال. يعني كنت بكلم وانا يعني احد رجال الصناعه المحترمين في صناعه الملابس الجاهزه. عظيم. فبقول له يعني انا عايزك اذا كنت بتصدر ب 500 عايزك تصدر ب 5 مليار. قول لي اعمل لك ايه؟ انا مستعد انفق معاك زي ما انت عايز، بس مش عشان اشاركك واخد فلوسك. عشان اصدر ب 5 مليار. عظيم. فاحنا يا يوسف اذا كنا بنتكلم على الدولار، الدولار كحل لابد انك انت فاتوره استيرادك تقل، فاتوره تصديرك تزيد، ويبقى عندك الحجم الفرق بينهم تحطه في الاحتياطي بتاعك يخليك دايما ظهرك قوي يعني. طب هل ينفع انوع سله العملات يا فندم؟ ما هي في النهايه عايز اقول لك حاجه، انت النهارده عمليه التنويع اللي بتتكلم عليها يمكن تكون مرتبطه بان سعر الدولار دلوقتي في السماء نتيجه اجراءات امريكا عملتها في البنك المركزي الفيدرالي الامريكي. صح. لما رفعت الفائده مره واثنين وثلاثه بشكل حاد خلت الطلب على الدولار مؤاخذه يعني موت العملات الثانيه يا يوسف. ايوه. شوف الاسترليني بكام، وشوف اليورو بكام، وشوف الين الياباني بكام، والايوان الصيني والايوان الصيني بكام، كله طاح يعني زي ما بيقولوا. فانت مش اقوى منهم يعني. هل يعني في ناس برضو بتتكلم على انه والله اذا احنا بنستورد من الصين بالمبلغ الفلاني طب ندفع باليوان، بنستورد من روسيا بالمبلغ الفلاني فيا ندفع بالروبل، كلها اطروحات بيتم تداولها احيانا يا فندم. ده صحيح، بس ده انت عشان توصل لاتفاقات من دي بتاخد وقت، لان هي طبعا هو برضو يعني بيهمه انه التبادل التجاري بتاعك يستمر، ولكن ما زال الدولار هو الاساس يعني. العملة الأكثر طلبا وهيمنة. لا هي العرش يعني، على العرش يعني في العالم كله. ربنا كبير، ربنا كبير طبعا. كبير. سيادة الرئيس أنا طولت على حضرتك وسهرتك، ويعني ده الساعة بقت يعني داخلة على واحدة وحضرتك هتصحى 5 صباحا. أنا آسف على الإطالة ومتشرف أبدا. حقيقي بالمكالمة. ألف شكر يا فندم. ربنا يخليك يا يوسف ووفقك. وأنت بقيت دلوقتي في مكان بتشوف الوقت ده غير الوقت غير زمان. صحيح.
الوقت لا غير زمان، بتشوف اكتر وبتعرف اكتر. صحيح. وكمان ما دام عرفت اكتر تبقى المسؤوليه بعد اكتر عليك. صحيح صحيح. ربنا يا رب يوفقك. ربنا يخلي سيادتك يا فندم، وتحيا مصر يا فندم. بالله سبحانه وتعالى. ونعم بالله سبحانه وتعالى. الف 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 شكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. اتشرفنا. ربنا يخلي سيادتك. بس حضرتك قلت لي هتاخدني معاك يا فندم مره في جوله. امال ايه؟ كل يوم جمعه. يلا انا ساعات بتطلعها في التلفزيون ساعات ما بتطلعش. قولوا لي يا فندم وانا هبات قدام الاتحاديه من ليله الخميس يا فندم. لا ربنا يكرمك. ربنا يخلي سيادتك يا فندم، ربنا يخلي سيادتك وربنا يخليك لينا يا فندم. ليك يا يوسف. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جدا مره ثانيه فخامه الرئيس. يعني والله الحمد لله، دي أقدر أعتبرها بركة مولانا الشيخ مالك يوسف الحسيني. أصل عيد ميلاده النهاردة، عيد ميلاده 26 أكتوبر. وشك حلو علينا يا مولانا. شوف بقى الواد ده لما اتولد ربنا كرمني جدا، وتخيل في عيد ميلاده برضو ربنا يكرمنا بالمكالمة دي. الله. وعبد العظيم برضو 26/10. طيب خلونا هنا بقى نرجع لكلام جد حول ما تفضل به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكالمته اللي تشرفنا بيها. تعالوا نبدأ واحدة واحدة حتى لا يؤول الأمر. الرئيس كان واضح جدا لما قلت له يا فندم معلش يتسع صدر سيادتك، قال لي وأنا مش زعلان وأنا ما عملتش حاجة ومش هعمل حاجة. الرئيس كل القصة استياء نابع من إيه؟ أو خليني مش هقولك استياءه، زعله، حزنه، إنه كتير مننا لما بنتكلم وزي ما فخامته قال لي خليني هعتبر إن أنا هجيبها فيك أنت يا يوسف. قلت له يا فندم تمام. كلنا يا جماعة أحيانا كتير لما بنتكلم ما بيبقاش في عندنا يمكن المعلومة الكاملة، الأرقام، الحقائق، الواقع كما هو مجرد. وبالتالي بنحط وجهات نظرنا أو بنحط الطرح بتاعنا أو بنحط أفكارنا اللي مش مبنية على الحقيقة وعلى الرقم وعلى الواقع. لما بنحط الطرح ده وبنتعامل معاه على إنه الحقيقة بذاتها، ما هو برضو في ناس بتستقبل الكلام ده وهتتعامل معاه على انه الحقيقه. يعني زي ما انا كنت بتكلم من شويه، المساله يمكن الرئيس هنا بقى استفاض معانا مشكورا في الحديث على النظام الصحي المصري وعلى نظام التعليم بمنتهى المباشره والوضوح. وبالمناسبه الرئيس استخدم الارقام الماليه بتاعه التعليم بالجنيه، يعني قال 10,000 جنيه. خد بالك اللي عاوز التعليم بتاع بلاد بره يا جماعه هو التكلفه 10,000 دولار. يعني لما جه خبراء من النرويج وخبراء من امريكا وخبراء قالوا علشان تعملوا نظام تعليمي زي اللي عندنا في اوروبا فتكلفه الطالب الواحد 10,000 دولار. والله العظيم ثلاثه قالوا كده، والكلام ده مثبت وموثق. عاوزين تعملوا تعليم زي بتاعنا 10,000 دولار. خد بالك الرئيس قالك طب جنيه. خد بالك بقى هنا الميزانية وصلت لكام؟ احنا مقربين من التريليون جنيه، امال لو عملناها بالدولار يبقى تريليون دولار. الرئيس كان واضح قال عايزيننا نشيل التعليم كله بسيطة يبقى عايزين له تريليون، صحة زيهم. تعال هنا بقى نشوف بقية القطاعات. فعشان كده الرئيس قالك خلاص يبقى انا كده عايز التريليون دولار بأسعار النهاردة 19 تريليون جنيه أو 20 تريليون جنيه. هنا يبقى أنا عندي الفلوس اللي تخليني أقدر أعمل الإنفاق ده. بس الرئيس الحقيقة ما قفلهاش، قال لك هي المسألة كلها متعلقة بالعمل. يعني إحنا لازم نشتغل علشان نعظم من قدراتنا الاقتصادية. والرئيس وضح الروافد الاقتصادية بتاعتنا مثلا من العملات الصعبة على سبيل المثال، فاتكلم على التصدير، اتكلم على قناة السويس، اتكلم على السياحة، اتكلم على تحويلات المصريين في الخارج، واتكلم أيضا على العائدات من المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي إلى آخره. أدي الروافد بتاعتنا، صح الكلام؟ حلو. طيب
فالرئيس بيتكلم على ايه؟ على مسألة تنمية الموارد. يعني لما جه الرئيس على سبيل المثال للحصر وسألناه على مسألة المواني، يا فندم الناس بتتكلم على المواني، انت خدت بالك الرئيس قال رقم مهم جدا، اللي احنا كان عندنا 35 كيلو متر مواني أرصفة، يعني ضعفناهم بقوا 70. طيب واتكلم تحديدا على منطقة أبو قير وقال تقدر تخش بالعربية في عمق البحر 3 كيلو، ومحدش عامل ده في البحر المتوسط غير دولة واحدة، كده احنا هنبقى الدولة التانية. طب والرئيس كمل وقال لك أنا بعمل مواني بنسق عالمي، ليه؟ عشان يجي لي تاني استثمار بالنسق العالمي. مهان النهاردة عايز أعمل مواني، أنا بقول لك بقى الكلام ده من عندي، عايزين نعمل المواني بلدي هتجيب لك دخل بلدي، عاوز تعمل المواني عالمي هتجيب لك دخل محترم. خد بالك الرئيس قال ايه، حتى لما انا كنت بسأل بقول له يا فندم يعني حضرتك بنفسك اللي هتشوف العقود احنا جربنا قبل كده الرئيس في مسألة التعاقدات وشفنا، يعني يمكن كان في مثل شهير في 2015 ان كنتم تتذكروا، مثل بتاع شركة سيمنز الألمانية. طيب فقال انا ما ورايش حاجة غير كده، هو انا شغلتي ايه غير مصر؟ خد بالك انا لما جيت برضو، ودي كان من ضمن الحاجات اللي انا فعلا كنت مشغول طول الوقت بانه اسال الرئيس عليها، انت سنى لي او تسنت لي الفرصه، يعني انه الرئيس اول ما تولى رئاسه الجمهوريه او تولى المسؤوليه الضخمه الملقاه على عاتقه دي في 2014، اول حاجه اشتغل عليها في الداخل كانت ايه؟ كانت العشوائيات. الرئيس اتكلم على العشوائيات في اول الملفات، يعني دي أول حاجة. تاني حاجة اشتغل على العشوائيات في أول ملفات التنفيذ قبل أي حاجة، وبدأ الأول بالعشوائيات الخطرة اللي هي المناطق اللي كانت معرضة لخطورات داهمة. فلما أنا جيت سألت الرئيس قلت له ليه؟ قال لي عشان الناس الغلابة، هي الناس دي ملهاش حق تعيش؟ ملهاش حق يبقى في حلم، يبقى في أمل؟ الناس دي كانت عايشة قبل كده بلا أمل. وعنده حق. أي حد فينا، اي حد من الناس اللي سيبك بقى كمان من اليسار معارضه بشكل عام، واللي كانوا معارضه من قبل 2011، واللي استمروا في المعارضه حتى 2013، واللي مستمرين في المعارضه حتى هذه اللحظه، هو احنا كان عندنا كم مليون بني ادم، كم مليون بني ادم، ولو حبينا ناخد نسبه كده، عايشين في العشوائيات في مصر؟ عشوائيات خطره، مش هقول لك حتى عشوائيات غير مخططه، يعني شويه بيوت بالطوب الاحمر والخرسانه في مناطق ما كانش المفروض تتبني، عشش الصفيح. كان عندنا كم مليون ونسبتهم قد ايه من تعداد جمهوريه او سكان جمهوريه مصر العربيه؟ اظن احنا كان عندنا اكتر من 3 مليون بني ادم عشوائيات خطر، بس اظن ذلك لو انا متذكر مظبوط. حلو، يعني احنا بنتكلم بالتعداد بتاع لحد 2011، احنا كنا تقريبا بنتكلم في حوالي 4%، 4% من مصر كانوا عايشين في عيشة الصفيح. وزي ما قال سيادة الرئيس، قال 5-6 أسر بيخشوا نفس دورة المياه. هو ده كان اسمه كلام؟ علشان كده الرئيس حط الملف ده أول حاجة، علشان كده اشتغل على أهلينا إنه الناس دي لازم ما تعيش في البيوت دي وتعيش بشكل كريم جوه المدن. الناس دي ما طلعتش بره المدن، يعني الأسمرات جوه المدن، مثلث ماسبيرو جوه المدن إلى آخره، غط العنب جوه المدن، رط السيدة جوه المدن، شيل عزب الصفيح دي وابني بيوت عليها القيمة، بيوت بجد فيها مية وفيها كهرباء وفيها صرف، بيوت متشطبة ومفروشة. حتى ودي يمكن أنا ما كنتش عارف، قال حتى لما جينا قلنا احنا هنسلم البيوت متشطبة بس فاضية، ما احنا لازم نجيب للناس دي فرش. فقول له يا فندم هم هيجيبوا حاجتهم؟ قال لو جم بحاجتهم هيفتكروا طول الوقت الحياه اللي كانوا عايشينها، وانا مش عايزهم يفتكروها. انا عايزهم يعيشوا حياه جديده، وعايز النشء اللي طالع يشوف حياه جديده. واكد ده مش من، لا الريس اكد قال دي مسؤوليتي وده واجبي ناحيه مصر، مش من،
لما بنشتغل على الملف الصحي الرئيس قال مش من، لما بشتغل على ده كلام الرئيس بشتغل على مش من، دي مسؤوليتي وده واجبي. لما حتى اتكلمنا على حياة كريمة في الريف المصري لما الرئيس سأل قال لي انت يسار مش كده، قلت له مظبوط يا فندم، قال لي يعني مهتم بالغلابة، قلت له طبعا يا فندم، يعني دي أفكارنا دي تصوراتنا ده اللي يهمنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ادى لواحد اسمه يوسف حياة جيدة، ده مش معناه انه ما يفكرش في الناس بالمناسبة. فحياة كريمة بقى في الأرياف، وزي ما الرئيس قال قال احنا بنبني البيوت بنبني الطرق بندخل المية بندخل الصرف بندخل الكهرباء بنعمل المدارس بنعمل المراكز الصحية بنوفر فرص العمل إلى آخره. لكن النهاردة لما يجي حد يقول لك وقفه ده، يعني أنا أوقف فرص عمل كمان، يعني مش بس هوقف المشروع ده، أنا هوقف فرص عمل لخمسة مليون بني آدم، طب هياكلوا ويشربوا منين؟ الكلام ده مهم يا جماعة، الكلام ده مهم، مهم جدا إن الناس تبقى فاهماه. يعني قرار الرئيس، الدولة واخدة قرار إنها ما توقفش المشروع مهما كانت تكلفته. خد بالك التكلفة إيه؟ فاكرين زمان مش إحنا كانت التكلفة المفروض تقريبا بالمتوسط 700 مليار؟ فالرئيس قال إيه؟ قال الموردين زودوا علينا 30%. احنا داخلين في تكلفة تريليون وقلنا مش هنوقف، لان انا مش هقفل بيوت خمسة مليون بني ادم بيشتغلوا في المشروعات دي. ليه؟ لانه هو الرئيس مشغول بالخمسة مليون بيت. خمسة مليون بيت دول يا جماعة خمسة مليون فرصة عمل شغالين، ده معناها انه لو افترضنا كل واحد واقف بيصرف على ثلاثة غيره، يعني اضرب الخمسة دول في أربعة، دول 20 مليون بني آدم، 20 مليون بق مفتوح، 20 مليون بني 20 مليون بياكلوا، 20 مليون بيتعلموا وبيتعالجوا وبيركبوا المواصلات إلى آخره. تخيل لو إنه جه الرئيس وقال والله يا جماعة التكلفة بتاعت المشروع زادت 30% فإحنا هنوقف، ده معناها إن ال 20 مليون بني آدم دول لا هياكلوا ولا يشربوا ولا يتعلموا ولا يتعالجوا. حقيقة مجردة، صح ولا انا غلطان؟ فيبقى الرئيس ما مش حاطط الغلابه في دماغه، امال حاطط مين؟ امال حاطط مين؟ انا بكلمك بجد يعني. صحيح والله، يعني هو مشروع حياه كريمه ده ل 60 مليون بني ادم كانوا عايشين في بيوت من غير سقف وما فيهاش ميه وما فيهاش كهرباء وما فيهاش صرف، يبقوا دول ايه؟ اثرياء؟ ما دول غلابه. فما يوقفش المشروع ده علشان خاطر الناس دي، لازم تصل ليها الحياة الكريمة. طيب واللي بيشتغلوا في المشروع الكبير اللي اسمه حياة كريمة، خمسة مليون بني آدم تانيين غير الستين مليون مواطن دول، البيوت بقى المتفتحة، ما هو برضو غلابة. يبقى هو ساعتها بيحاسب على مين أو بيخاف على مين أو مشغول بمين؟ ما هو بالغلبان. استنى استنى استنى، واحدة واحدة، تقولي على الغلو بتاع في غلو، مفيش خلاف، الاسعار زايده طبعا طبعا، هنكذب او هنضحك على نفسنا؟ لا، الاسعار زايده، وبالمناسبه هي زايده على الكل، يعني زايده على الغني اللي يقدر يستحمل وزايده على الغلبان اللي ما مش قادر. لكن هنا بقى لما يجي الرئيس مفيش مره الا وبيوجه، استمروا في مد مظله الحمايه الاجتماعيه على المواطن وزود المظله. طب يعني ايه الكلام ده بمنتهى البساطة؟ يعني انا عايز المبادرات اللي تفضل شغالة تفضل شغالة، حاجات زي كلنا واحد، المنافذ اللي شغالة بتاعت الدولة تفضل تطرح معلش انا اسف، تفضل تطرح المنتجات بالاسعار المخفضة او الميسرة، امان، وطنية، الشركة القابضة بتاعت وزارة التموين بتاعت الجمعيات اللي حاجة سميها زمان الجمعية الاستهلاكية، كويس؟ ليه؟ عشان اخفف عليك، اصل حضرتك مش هتقدر تشتري الكيلو ابو 200 و250 ده، يعني هو هناك المنافذ دي ما بتبيع بسعر السوق، اللي يقولك كده كذاب وحط اصبعك جوه عينه كده جوه عينه عشان انا دخلت جوه واشتريت من جوه.
اقول لك الاسعار جوه. طيب لحمه بلدي مش مستورده بكام؟ حد راح رحت ازيزو ما جربتش. طيب لحمه بلدي سعر الكيلو عند الجزار بكام ازيزو؟ ب 200. طب ومشفيه حمراء من غير دهون تعمل لها كام؟ اكتر يعني 200 دي اللي بالدهن صح؟ بجد والله ب 200 بالدهن. الله وانا اقول المصروف عمال بيفوت ليه؟ طيب هو هي السعر كده او النعم. بص يا باشا سعر عند الجزار ب 200 جنيه عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تاخدش. السعر جوه المنفذ ب 110 جنيه. هتخش جوه وطنيه سلام عليكم انا عايز كيلو لحمه من غير عظم 110 بلدي ولا مستورد ولا مجمد ولا دياولو. ده على سبيل المثال ده انا بقول لك ده بقى انا اهو. فاللي يجي يقول لك لا ولا بيحصل هي نفس الاسعار. لا يا حبيبي ما هياش نفس الاسعار. قص على ذلك بقى بقيه المنتجات يعني هو كله تقريبا اقل من سعر السوق بجد بقى يعني في اللحوم لا هي اقل من سعر السوق يجي ب 50% كمان. لا اقول لك 40% تقريبا. الحاجة موجودة؟ موجودة. أنت فاكر الغلبان بياكل لحمة يوسف؟ يا عم أنا غلطان. هو في اللحم خضار فاكهة بقال إلى آخره. مش عاوز أكمل قوي في الحتة دي بس اللي أنا عايز أقوله لك إيه بقى؟ هي المسألة بتاعت إحنا استلمنا البلد كانت على إيه؟ الرئيس قال على الأرض. أنا زودت من عندي قلت له في حتة تحت الأرض قال لي لا خلينا في اللي على الأرض. عشان كنت بقول لك تحت الارض ليه؟ لان اخواننا اهالينا اللي كانوا عايشين في العشوائيات دول تحت الارض بجد بجد لكن على الارض. فاحنا قاعدين بنبني بنطلع دور واثنين وثلاثه. المساله هنا بقى ما ينفعش تاخدنا وتروح على مفيش حاجه حصلت. اظن اي حد في موقع رئيس الجمهوريه هيتضايق جدا من كلمه اصل مفيش حاجه حصلت. اي حد تخيل انت في موقع المسؤوليه يعني تعالى تتقدم الى موقع المسؤوليه. بالمناسبه الرئيس كان اشار النهارده لمساله ما احنا في ناس كتير اتعرض عليها واتقال لا وناس تانية قالت لا مسببه. انتوا عارفين انا باخد كام؟ ماشي يعني انا واحد من الناس اقول لك اهو انا اقدر التمس للكل العذر يعني الشخص اللي شايف انه مرتبه كبير بقدر انه هو بيصرف هذا المرتب او هذا العائد اللي بيجي له كل شهر على التزاماته مش هيقدر انه يقوم بالعمل داخل الدولة لانه المرتب على القد. ماشي بس في واحد تاني بقى اللي مش قصة فلوس قالك لا بتاع لا ده اللي هو مش عاوز يشيل المسؤولية. لا الله القصة مش فلوس ده انت خايف بقى. طب ولما انت خايف صوتك عالي ليه؟ مش انت خايف تشيل مسؤولية؟ عارف الخناقة بتاعت ما تقدرش هو ده بتاع هو ده ما تقدرش. الله يعني انت عندك رؤية ايوه عندك طرح ايوه وانت غلط وانا شاطر طب تعالى شيل. لا لا ليه؟ مش احنا زي الفل وشطار؟ بالمناسبة مش كل المعارضة كده وانا عارف المعارضة مستعدة تشيل مسؤولية على ظهرها من هنا لحد السنة الجاية فأهلا وسهلا مفيش مشكلة. ما هو المؤتمر الاقتصادي ما هو كان مليان كوادر معارضة موجودة وفي منهم ناس زي الفل وفي منهم ناس انا بقول لك ما يعني دنا يعني انا بقول لك في بعضهم ولا الهوى يعني بعضهم ومش كتير يعني بس كتير زي الفل كانوا قاعدين وقالوا كلام زي الفلين مستعدين يشيلوا فاهلا وسهلا. بس اللي مش مستعد بقى يشيل واللي بيتعرض عليه وبيروح عامل نفسه مش واخد باله او مش سامع او يروح مدي ظهره وجاري دي الحاجه اللي تزعل. لما نيجي نتكلم على وانا حتى وصفت ده في السؤال لفخامه الرئيس يا فندم موضوع المواني مليان هري وهبد. فالرئيس اتكلم على المواني اللي كانت موجوده وبعدين حصل فيها ايه وتطورت بأنهي شكل زي ما كنا بنقول كده على نسق عالمي ومستوى عالمي والأرصفة عددها زاد وأطوالها يعني من 35 كيلو ل 70 كيلو ده كده الدوبل اهو تمام والعائد بهذه الحالة يتقدم ويعني يزيد ويتضاعف يعني يبقى في فرق ما يعني حتى لما جه الرئيس قال واحنا بنعمل ده منين؟ من استغلال موارد الدولة.
احنا بنستثمر في موارد الدولة، احنا بنعظم موارد الدولة. ما هو انا علشان اعرف اعمل لحضرتك التعليم اللي نفسك فيه يبقى انا لازم اشتغل علشان اكسب فلوس اصرفها على التعليم، عشان اعمل لحضرتك النظام الصحي اللي بالك فيه يبقى انا لازم اشتغل علشان اكسب فلوس واصرفها على التعليم. قطع الرئيس شكا بيقين، وحتى زي ما سيادته قال على العاصمة الإدارية. يعني احنا انا اظن اتنبح صوتنا في ان احنا بنتكلم على ده، بس انا عارف الناس بتحب تسمع الرئيس هو اللي يقول. الحسبة البسيطة قال لك دول 750 مليون متر يعملوا لو اتباعوا بمية جنيه هيساووا كذا، بألف جنيه هيساووا كذا، بعشر تلاف هيساووا كذا. طيب نبيعها دلوقتي؟ لا، تتباع على مدار سنين، من خمس سنين لعشر سنين. صح. بالمناسبة يعني المبلغ ده دي قيمتها دلوقتي واحنا واقفين، القيمة تتزايد من عام إلى عام. يعني بعد عشر سنين ثق إن السبعة ونص تريليون اللي اتكلم عليهم الرئيس أصبحوا أكتر. طيب خلينا في الوقف واقفين على الأرض عليه. غير انه قيمة الثروة، في حاجة اسمها المخزون العقاري زيه زي اي مخزون استثماري موجود. بالمناسبة انا هنا بقى اسمح لي، انا درست اقتصاد في جامعات تلات ارباع الناس ما تحلمش تعدي عليها. بالمناسبة يعني انا اسف والله ان انا اقول كده، بس انا مضطر اقول ده علشان اقدر بس افهمك المصطلح. في حاجة اسمها المخزون العقاري، الثروة العقارية. دي مش معناها انه الثروة العقارية دي موجودة عندي النهاردة فانا هبيعها بكرة، مفيش حاجة اسمها كده. كويس. العقار استثمار متوسط الاجل، مش طويل الاجل، متوسط الاجل. طيب يعني ايه مخزون عقاري؟ يعني انا النهارده عندي كام وحده عقاريه، مش سكنيه، في سكني اداري تجاري، عندي كام وحده عقاريه؟ طيب وتصنيفهم ايه؟ سكني، جوه السكني في ايه؟ يا ترى ده اجتماعي، ده متوسط، ده فاخر، ده فوق الفاخر بتاع الكومباوندز والحاجات الشياكه، وده مش كتير بالمناسبه في مصر لانه حجم الاقبال عليه احنا بنتكلم في حوالي 2-3% من حجم الاقبال عليه من الناس. كويس. طيب اجي بعد كده اشوف الثروه العقاريه دي او المخزون العقاري القائم ده بيقدر بكام باسعار السوق، ده رقم. طيب قيمته البيعيه على 10 سنين، ده رقم تاني خالص. فانا هنا بتكلم الرئيس بيتكلم ايه؟ على حجم ثروه عقاريه اضيفت الى ثروتك اسمها العاصمة الإدارية الجديدة، اسمها العالمين، اسمها المنصورة، اسمها رشيد الجديدة، حط جنبها كلمة الجديدة، إلى بني سويف وهكذا، منيا، أسيوط، عد بقى حدث ولا حرج. ده اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعة. ده احنا هنا بنتكلم على إيه؟ ده احنا بنتكلم على الثروة العقارية بس. طب تعالى بقى الزراعة. الرئيس بنفسه بيقول لك أهو احنا نجحنا في إضافة حوالي 2 مليون قبل كده، ده بالنسبة للقمح. بعد سنة في مليون فدان زيادة، وبعد السنة دي بست أشهر في مليون تانيين. الله، احنا هنا بنتكلم بقى على إضافة المزيد من ثروتك في الرقعة الزراعية بل وفي المنتوج الزراعي بل وفي التصنيع الزراعي. هو القمح احنا بناخده بنسفه ولا بيتعمل عليه عمليات أخرى؟ والقمح ما هواش بس تعمل منه مخبوزات، يعني القمح ده في جزء منه بيخش مصنعة العلف ردة، القمح ده بيتعمل منه خبوزات، بيتعمل منه مواد غذائية أخرى، إلخ إلخ حدوت. حتى الحطب أو العيدان بتاعت القمح دي بتخش في قصة تانية متعلقة بتصنيع الورق، حدوتة. يعني اللي أنا عايز أقوله لسيادتك تاني يا سادة كرام، أتمنى أن حضراتكم ترجعوا تاني لمكالمة فخامة رئيس الجمهورية مع برنامجنا، تسمعوها بالراحة. والنصيحة اللي أنا أقدمها لك يعني اكتب وراه، بس اكتب وراه، يعني مش بقولك اكتب وراه الحقائق والأرقام اللي قالها، اسمع واكتب وراه. خلوني هستأذنكم في فاصل، ونرجع بعد الفاصل هنتكلم ونستضيف دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ينورنا داخل الاستوديو. أيضا دكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة برضو ينورنا داخل الاستوديو. يا بختنا، السهرة طولت وأنا كده مش هينفع أروح. فاصل ونكمل الكلام.
واجهنا موجة إرهاب عاتية سالت دماء أبنائنا من رجال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة. اقتحمنا مشكلات وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار العقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي كان بطله هو المواطن المصري الذي تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية، متفهماً أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. طيب اهلا بحضراتكم، اهلا 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 وسهلا. خلونا بقى ايه نبدا فقرتنا حول مخرجات المؤتمر الاقتصادي، توصياته، مناقشاته، كيفيه تفعيل هذه التوصيات. ضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو منورنا، دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، منورنا يا دكتور. الله يخليك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا دكتور عماد الدين عادلي رئيس المنتدى المصري للتنميه المستدامه، ومنورنا يا دكتور. ولسه كنت بفكر الدكتور، بس قلت له مش اكيد مش تفتكرني ان اول مره تقابلنا انا كان عندي 19 سنه سنه 94، قال لي مؤتمر السكان. يا بالظبط نورتنا يا دكتور. الله يخليك. هستاذن يعني في الحالات اللي زي كده بتبقى الحيره لا يقطعها سوى استخدام اليمين واليسار، فهبدا من اليمين. دكتور شريف، مناقشات المؤتمر في الايام الثلاثه، التوصيات، وفي نفس الوقت توجيهات الرئيس بالالتزام بالتنفيذ وتشكيل مجلس أمنا يتابع تنفيذ توصيات المؤتمر. طيب أنا أحب أقول في البداية فلسفة الدعوة. يعني السيد الرئيس لما دعا لهذا المؤتمر أنا بتصور أنه كان يريد أن يوقظ الأحاسيس الوطنية في المستهدفين من هذه الدعوة هم رجال الأعمال المصريين. الحقيقة أنا بتصور إن شاء الله أن هذا المؤتمر، لأن رسالة السيد الرئيس في دعوته، رسالة الرئيس في كلمته الافتتاحية، رسالة السيد الرئيس في كلمته النهاردة، رسالة السيد الرئيس في المداخلة مع حضرتك النهاردة، دول كده نحطهم في بوتقة إن يا جماعة اتعمل لكم الذي لا يعمل لأي رجال أعمال ولا أي قطاع خاص في أي دولة في العالم من رأس الدولة. طيب بتصور أن أيضا التوصيات اللي خرجت من هذا المؤتمر وإن كان فيها جزء كبير منها عموميات للأمانة، لكن إحنا مركزين لأن من البداية كان الهدف من هذا المؤتمر هو دعم القطاع الخاص المصري ليقوم بدوره بشكل، احنا يعني انا اتمنى ان الخطوه الجايه ان مؤسسات رجال الاعمال، جمعيه رجال الاعمال، الغرف التجاريه، تحصات، هي التي تدعو لهذا المؤتمر وهي التي تنظمه وهي التي تطرح الافكار والمشروعات وكل ما هو مطلوب، ولي تنتظر ان تتم الدعوه. ولكن السيد الرئيس كان في منتهى الحكمة، لأنه عندما دعا دعا في توقيت في غاية الدقة وبيستحثهم يا جماعة لازم تكملوا المشوار. أنا بتصور أن أهم ثلاث توصيات على الإطلاق هي ما هو مرتبط بالصناعة، الصناعة المصرية. ويمكن كان لي أشرف أنا اتكلمت مع سيادتك قبل كده وكانت فكرة الرمال السوداء النهاردة الصناعة المصرية الحقيقة نحن في حاجة إلى أن تكون صناعة وليست مجرد تجميع أو مجرد، إحنا عايزين نعمل صناعة بجد ونحن مؤهلين لكده. النقطة الثانية وهي المرتبطة باللوجيستكس اللي هي التيسيرات المرتبطة أو الأنشطة المرتبطة بتيسير الأنشطة الاقتصادية، ابتداء بقى من قصة المواني اللي سيادتك ذكرتها وانتهاء من عمليات التصدير، عمليات الشحن، عمليات النقل، عمليات الدور تو دور، عمليات سلاسل الامداد، لان هذه الصناعه صناعه اللوجستيات بتاخد حوالي 60% من الاستثمارات اللي في العالم كله. وبالتالي لما نعملها ونحن ايضا مؤهلين، لان دائما هذه الصناعه بتعتمد على الموقع
الدولة التي تقوم به. يعني احنا النهاردة اهم دولة في العالم في هذه الصناعة سنغافورة. سنغافورة سنغافورة يعني في اخر الدنيا، وبالتالي كل تكاليف النقل منها واليها مرتفعة بشكل كبير جدا. طب احنا في وسط الدنيا وعندنا اتفاقيات تجارية بتعطي اللي هي المنتج المصري اعفاء من الجمارك لحوالي 80 دولة حوالينا في اوروبا، بتديني امتيازات مع الاتحاد الاوروبي وتركيا والمغرب، اتفاقية اغادير والشراكة وتركيا وكل الدول الافريقية والاتفاقية التجارة العربية الحرة اللي هم 14 دولة. صحيح. وبالتالي احنا كموقع كاتفاقيات كاستقرار كبنية تحتية، وانا بقولها للسيد الرئيس، البنية التحتية التي نفذت في مصر يا فندم ربنا يجازيك عنها كل خير، لأن هي الأهم والأقوى والأكبر على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط. ما تم تنفيذه في مصر في هذا المجال شيء كلنا بنفتخر وبنعتز فيه وبنعتز بسيادتك يا فندم. والله اللي أنا عايز أقوله أن كل هذه الأمور أما نركز عليها ونركز عليها زي ما سيادتك قلت ان من ضمن الحاجات اللي اقرت هو مجلس امناء للمتابعه، انا عايز بقى مجلس الامناء ده يكون من خلال موقع الكتروني على الانترنت عشان كل الشعب يبقى شايف وكل الشعب يشهد. الرئيس قام بدوره، الدوله قامت بدورها، ورونا بقى الدنيا هتمشي ازاي. طيب هنا هرجع بقى فورا او نبدا مع دكتور عماد عدلي. من واقع الخبرة ومن واقع فكرة التنمية المستدامة، احنا بنتكلم زي ما قال دكتور شريف، انا اصبح في عندي بنية اساسية تأهلني جدا ان انا ادخل الصناعة بشكل عالمي، وعندي خدمات لوجستية اقدر برضو من خلالها اسهل عملية التصنيع والتصدير او حتى الاستيراد اذا كنت محتاج استيراد لمستلزمات انتاج او غيره. هنا بقى أقدر أشوف أنه ما أتى في هذا المؤتمر سوف يشكل لي لبنة حقيقية لتنمية مستدامة، ولازم يتعامل مجلس الأمنة اللي هيتابع التنفيذ، ولا مجلس الأمنة ده هيبقى إيه؟ طيب أولا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة أن احنا نبقى موجودين بعد مداخلة سيادة الرئيس يعني كانت يعني حاجة جميلة جدا الواحد يشرف بيها. طيب خليني أقول لحضرتك أنه أساسا من وجهة نظري أنه مجرد انعقاد المؤتمر في هذا الوقت بهذا الشكل، مصر ده أعتقد رابع مؤتمر اقتصادي يتم تنظيمه في خلال الأربعين سنة اللي فاتوا، يعني من سنة 82 ده رابع مؤتمر اقتصادي بالحجم ده. فكرة التنمية المستدامة بيعتمد أساسا على إشراك كل أصحاب المصلحة في اتخاذ القرار، وبالتالي ده الفكر الأساسي عشان نعمل أي تنمية مستدامة لا يمكن تتحقق إلا إذا كان بإشراك كل الستيك هولدرز أصحاب المصلحة. فوجود المؤتمر بهذا الشكل بحضور كل الأطراف المعنية إلى حد كبير، ده في حد ذاته مناخ بيساعد على إحداث السير في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة. أنا هركز على أربع حاجات اتقالت في التوصيات، ودولت من يعني مع حضرتك قلته في المقدمة مهمين جدا، لأنهم دولت العناصر الأساسية لإحداث الاستدامة. توجيه القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة بأنه يكون أكثر فاعلية في قطاع التعليم، وده ذكر النهاردة بالذات فيما يتعلق بالمدارس النموذجية وبعض وتطوير هذا القطاع وإدخال القطاع الخاص بقوة في هذا المجال، أعتقد ده هيكون فرصة أولا أنه يقلل العبء اللي موجود على كاهل الحكومة في قطاع التعليم، لكن هيدي فرصة كمان عشان عدد الفصول اللي عايزين نزودها وعدد وكفاءة التعليم كمان تتحقق بشكل أكتر. فأنا لما أشوف أن في جزء من التوصيات مركز على الجزء بتاع التعليم يبقى ده جزء مهم جدا بالنسبة لي. الجزء الثاني وهو الجزء الخاص بالصحة، وبالذات فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية، كمان النهاردة اتقال أن القطاع الخاص هيكون ليه دور في ان هو يكون اللي بيقوم بانشاء هذه المراكز ويكون هو المسؤول عن ادارتها. يعني معنى ذلك ان هيبقى في نقله نوعيه في خدمه التعليم وخدمه الصحه. كمان فيما يتعلق بالشركات الناشئه والشركات المتوسطه، انا بتكلم على بطاله وبتكلم على
دولة شابة فيها عدد شباب بهذا الشكل، لما أنا أكون بشجع ويكون عندي مؤتمر اقتصادي بيحط واحدة من المحاور الرئيسية بتاعته بتاعت التوصيات تكون بتركز على الشركات الناشئة والمتوسطة، ده بيدي كمان مساحة كبيرة لمشاركة الشباب واستخدام قدراتهم. النقطة الرابعة، لما جينا اتكلمنا على موضوع الطاقة، ده جانب بقى كان يعني مرتبط تماما قوي بموضوع بالذات بقمة المناخ اللي جاية بعد أقل من أسبوعين، أنه كمان ذكر في التوصيات أنه هيكون في توجه بالتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وبرضو إيجاد الحوافز. هو بقى اللي حضرتك بتقوله في مجلس الأمناء، السؤال اللي طرحته حضرتك ما اكتملش قوي، أنه يعني أتمنى أن يكون مجلس الأمناء فعلا يكون زي ما كان المؤتمر بيجيب الأطراف المختلفة، يبقى مجلس الأمناء كمان لازم يكون فيه التركيبة اللي بتبقى بتكمل كل الأفكار من جميع كل الجوانب، متنوعة، بدون إحداث استدامة في كل اللي احنا بنعمله. يعني النهاردة الاستثمارات اللي اتحطت بالتريليونات اللي احنا سمعنا عنها في خلال الثلاث أيام اللي فاتوا دي، محتاجة عشان يحصل لها استدامة محتاج أن أنا أبقى باستمرار حريص على صيانتها، على إدارتها إدارة جيدة وعلى الحفاظ عليها. نفس الشيء بالنسبة اللي أنا بتكلم عليها، لو بتكلم على مراكز رعاية صحية أو بتكلم على مدارس أو بتكلم على مشروعات في مجال الطاقة، كل دي عشان تتعمل صح وتكون ليها عندها استدامة يبقى لازم يكون وأنا بخطط ليها يبقى وبحضر لهذه التوصيات يبقى أكون بفكر تفكير متكامل وأكون جبت الأطراف المعنية بهذا الموضوع عشان أتأكد أن كل قرار باخده وكل استثمار بعمله بيكون بيمشي في الطريق الصحيح وبيحقق هذه الاستدامة. الشكل العام للمؤتمر بالمناخ اللي موجود حاليا بيقول انه حتى من لهجة سيادة الرئيس ومن طريقة كلام هو حاسس بانه الناس مش حاسة باللي بيحصل، فانا محتاج احسس الناس باللي بيحصل، مش مؤتمر بس، لكن اعتقد مجلس الامناء ده لازم بتواصله مع المؤسسات سواء المجتمع المدني، القطاع الخاص، السلطات، المجالس المحلية في القرية في المدينة، محتاجين اكتر نتواصل مع الناس ونشركهم ونعرفهم اللي بيحصل، مش بس هنستنى مؤتمر تاني بعد 10 سنين عشان نتكلم، لازم ده يبقى منهاج موجود في حياتنا، لانه انا حاسس ب ب ب ب ب باحساس الالم اللي موجود في صوت سيادة الرئيس، ان هو حاسس انه التعب ده كله والناس مش تقريبا بتشوفه وبتعدي عليه من غير ما تحس بقيمته ولا بحجمه ولا عشان كده هم كل ما هيكونوا مشاركين اكتر كل ما هيحس اكتر يستشعر، لازم يشارك اكتر. انا عايز يكون المشاركه اكتر، يعني حجم المشاركه يجب ان يكون بشكل اكبر وعلى كل المستويات، واللي بنسميه البوتوم اب ابروتش ده اللي هو من القاعده الى القمه هو ده اللي هيحقق لسياده الرئيس اللي هو عايزه. طيب انا استاذن حضراتكم هنروح لفاصل، نرجع بعدها نكمل الكلام مع ضيوفنا الاعزاء دكتور شريف الخليلي ودكتور عماد الدين عدلي، استنونا بعد اذن حضراتكم. We'll be right back.
محظوظ هو انا محظوظ. طبعا يعني يبقى معانا الرئيس على التليفون ودكتور شريف الخريبي ودكتور عماد منورنا في الاستوديو اللي هو ايه ويمدوا لنا الحلقه واللي هو يعني مفيش حاجه بعد كده. والله انا محظوظ. ارحب مره تانية بضيوفنا الاعزاء وارجع لدكتور شريف ويمكن كمان انطلاقا من مساله الاستدامه اللي ركز عليها دكتور عماد عدلي، ان النهارده عايز الفرصه الاستثماريه اللي تبقى موجوده في البلد بالمشاركه ما بين القطاع الخاص والدوله او اذا كان القطاع الخاص لوحده تبقى فرصة طويلة الأجل للاستثمار وفرصة طويلة الأجل في فرصة العمل كمان للي هيشتغل، عشان أحقق المعادلة دي وأعمل كمان منتج أو خدمة جودتها مرتفعة جدا قادرة على التنافس مع نظيراتها من الخدمات أو المنتجات المختلفة القوية اللي في العالم، هعمل إيه؟ بص فن دائما وأبدا بالنسبة للاستثمار في أي دولة لازم الأول بنوجد ثلاث حاجات. أولها الاستقرار. حلو. والاستقرار موجود في مصر. ثانيها البنية التحتية وهي اكتملت وزي ما أنا قلت وبشهادة المؤسسات الدولية وكل الدنيا البنية التحتية اللي موجودة في مصر الآن هي الأولى على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط كله نمبر وان. حلو. الحاجة الثالثة التشريعات اللي مرتبطة بعملية الاستثمار. ده عملاق ضخم. أنا بعتقد أن هذه التشريعات جزء كبير منها جيد ولكن إحنا محتاجين يعني يمكن أنا دايما باخد من كلامك في حلقات كتير ما نخترعش العجلة من الأول. يعني إحنا عندنا النماذج اللي نجحت قبل كده. عملت إيه ونعمل زيها؟ إحنا عندنا المقومات، عندنا استقرار، عندنا بنية تحتية، يبقى نبص على التشريعات دي تتعمل إزاي. بعد ما نستكمل المنظومة دي ويبقى عندنا الحاجة اللي نقدر نخرج بيها للعالم أنا ضد تماما أن احنا نعمل وفود لترويج الاستثمار ونسافر ونروح وتيجي. لا يا فندم، إعلان قد كده في قناة متشافة عالميا وأنا هقول الاسم لأن ده مش دعاية ليها يعني زي السي إن إن نروح سي إن إن سي بي إس زي ما الحاجات اللي هي إيه مجرد ما تقول هي دي مصر بقى تعمل فوكس بقى على اللي بيهم المستثمر. انت عندك بنية تحتية، عندك مشروعات، احنا عندنا الخريطة الاستثمارية بتاعتنا قوية جدا، عندك مشروعات جاهزة، عندك طلب على منتجات هذه المشروعات من خلال حاجتين، سوق محلي كبير اكتر من 100 مليون نسمة وايضا السوق بتاع التصدير اللي هو زي ما قلت سيادتك في البداية بشهادة المنشأ المصري بتروح لاكتر من مليار وشوية بني آدم بدون أي رسوم جمركية وحواليك لأن أنت في السنتر في القلب. هذا الإعلان لما يتحط بطريقة محترفة بعد استكمال المقومات وتنقية بعض التشريعات والتأكيد على إيجابيتها أعتقد ما عادش في أي حاجة ناقصة. الحاجة الثانية المؤتمر الاقتصادي، أنا كنت شفت بعض الحاضرين من الجهات الخارجية غير مصريين. أنا بتمنى إن الدورة الجاية وأنا سمعت إن بعد احتمال يبقى كل سنة يبقى في مؤتمر. سمعت إن أعلنوا جالي خبر إن في شهر مارس 2023 يعني بعد ست شهور. حلو، يا ريت. يا ريت. لما حاجة زي كده تحصل يتم الإعداد ليه بقى من خلال كوتش مؤتمرات استثمارية. يا فندم إحنا لما بنحب نقوي فريق الكرة بتاعنا إحنا ممكن نجيب مدرب اجنبي مظبوط نجيب المدير تنظيم الفني. هذه المؤتمرات زي المؤتمرات الكبيره اللي احنا بنلفها زي اللي هنا واللي هنا اللي هي بتبقى عالميه ويبقى كذا احنا لازم نجيب جهه محترفه هي التي تقوم بهذا الموضوع وبتقوم بالتنظيم من الالف للياء بالتنسيق مع جهات الدوله ومع مؤسسات رجال الاعمال. حلو. عايز اختم بحاجه واحده. اتفضل. ان آن الاوان لمؤسسات رجال الاعمال المختلفه، اتحاد غرف تجاريه، اتحاد صناعات، مجالس تصدير، مجالس اعمال، جمعيه رجال الاعمال المصريين، ان كل الناس دي تتكلم لغه واحده، تقعد مع بعضها، لازم يبقى في استجابه حقيقيه للاخلاص واللي اتكلم بيه السيد الرئيس لتنميه البلد، ولازم يظهروا انهم على قد المسؤوليه. انا الاوان ان يتحدثوا كلمه واحده. هنا ارجع لدكتور عماد.
المجتمع الاستثماري المصري اشتغل بأكثر من نسق على مدار عهود ماضية. البعض كان أحجم عن الاستثمار نظرا لظروف الدولة في الستينيات، كانت ماشية في اتجاه معين، بعد كده حصل اتجاه معاكس تماما، فأصبح الاستثمار في مصر كمان واخد شكل مختلف خالص، قايم على الاستهلاك والتجارات البينية وما إلى ذلك، محاولات لوجود استثمار وقاعدة صناعية في فترة ما يمكن ما كانتش بالنجاح الناس زي حالات يرجوه يعني. طيب دلوقتي زي ما قال دكتور شريف، أنا عندي كل المقومات الممكنة للاستثمار، أنا من أبناء مدرسة كده إنه لو المستثمر اللي جوه مستريح مطمن يبقى هيجيب لي المستثمر اللي بره لوحده. أطمن اللي جوه إزاي علشان ياخد القرار إنه يحط فلوس ويخش ويشتغل؟ ده كده اطمئنان. طب واستراحة؟ أنا عايزه مستريح. سؤال جميل وصعب، لانه هو الـ الـ البنية التحتية اللي اتحطت، وكنا بنتكلم قبل الهوى انا والدكتور شريف بنتكلم على الامتيازات اللي خدها الاستثمار في مصر والمستثمرين، وكلمنا على انه في حاجات كتير قوي خدوها، لكن انا اعتقد ان احنا ما زلنا يعني محتاجين نزود حجم الثقة عند المستثمر، وزي برضو مش عايزين يعني نخترع العجلة من الأول. احنا ممكن نشوف بسرعة ازاي في الدول اللي حصل فيها ان المناخ الاستثماري تطور جدا، ونشوف التجارب دي كانت مبنية على ايه. الجزء بتاع التشريعات اللي طرحه الدكتور شريف جزء مهم جدا، لان احنا ساعات بنصطدم، وحتى الـ يعني الرئيس عارف ودولة رئيس مجلس الوزراء عارف انه المستثمر ايه العقبات اللي بتواجهه. احنا بنتكلم باستمرار بقالنا سنين طويله بنتكلم، انا بسمع بقالي على الاقل 25 30 سنه ان احنا قد ايه عايزين نساعد المستثمر على انه يعني الفتره اللي بياخد فيها او الاجراءات اللي بيحتاج يعملها عشان يبدا مشروع ازاي ان احنا بنقلصها وبنقللها فانا محتاج ادي مساحه اكبر من الثقه، ومحتاج ادي مساحه اكتر من الحوافز، لانه الأكيد أنه حدوث المؤتمر الاقتصادي في الوقت ده بيؤكد على أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إحنا جزء منها، ولكن المؤتمر المفترض أنه هو هيحط حلول عشان مش بس عشان تبقى الظروف الخارجية فقط، ولكن كمان الظروف الداخلية. فأنا أعتقد أنه محتاجين أكتر حوار، يكون حوار فعلا مفتوح ما فيهوش أي يعني فيتو، حوار فيه الصراحة تكون بكل يعني معطاة كل الحرية في الحوار، وإنه يتسمع فعلا، ويبقى حتى أنا لما أقعد أنا مع مجموعة من المستثمرين حتى لو حد بيقول حاجة مش صح الآخرين هم اللي هيقولوا إن هي مش صح. فالحوار ده لما يكون بيحصل مع المستثمرين بشكل في الحوار واضح تماما حوالين قضية واحدة، وهو كيف سنحسن بيئة الاستثمار؟ نسمع ونشوف. إذا كان ده محتاج تشريع اللي يمنع إن إحنا ندخل على التشريع ونعمله، إذا كان محتاج بعض التسهيلات اللي يمنع إن إحنا نعملها، لأن في الآخر الصالح العام هيكون للمواطن المصري، وحتى المستثمر اللي هيستفيد من كده هو أيضا هيكون لصالح المجتمع المصري وصالح الاقتصاد المصري بشكل عام. فأنا بعتقد إن الحوار مع المستثمرين لازم يكون مستمر، ويكون ممكن باستخدام هذه الفكرة اللي قالها الدكتور شريف، جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات دول لازم يدخلوا في هذا الحوار ويتفقوا على هذه الأشياء في وجود الحكومة وتسمع. الحوار في المؤتمر الاقتصادي كان باين قوي إن الحكومة فاهمة ومدركة إنها لا يمكن تكون هي اللي بتلعب الثلاث أدوار، إن هي تبقى الرقيب وتبقى هي اللي بتنفذ وتبقى هي اللي لازم الحكومة فعلا تتراجع عن بعض الحاجات اللي هي متمسكة بيها، وتدي مساحة. واضح من التوصيات أن هناك يعني استعداد قوي جدا لهذه الحركة، ولكن محتاجة إجراءات سريعة، يعني لازم يكون في إجراءات سريعة، مش سريعة نتسرع، ولكن سريعة في أن يبقى باين كل يوم ان في خطوه بتتاخد، ان احنا اذا كان في مؤتمر يبقى بعد 6 شهور، يبقى في ما بين دلوقتي او حتى اقل من 6 شهور، احنا في اكتوبر يعني 5 شهور، لو كان يبقى من دلوقتي يعني لما اجي في المؤتمر يبقى في عندي خطوات جديده اتعملت اناقش اللي حصل في الخمس شهور. انا في التوصيه دي انا عملت 1 2 3، انا في التوصيه دي عملت 1 2 3، بس انا اعتقد ان احنا محتاجين، لانه واضح تماما انه
يعني بسمعه انه المستثمرين عندهم الامكانيات اللي ممكن تحل جزء كبير جدا من المشكله الاقتصاديه، لكن هم اعتقد محتاجين يعني شويه كده زرع للثقه واحساسهم بانهم يعني جزء من هذا النسيج، وان هم مسؤولين عن قيام هذه الدوله مره اخرى والجمهوريه الجديده اللي احنا بنتكلم عليها. انا اساسا لا ما خلصناش، دول مستجدعين معايا هيودوني فاصل، كنا هنختم هنرجع تاني، بس هنرجع دقيقتين ممكن ناخد خلاصه من دكتور شريف وخلاصه من دكتور عماد. استاذنكم في فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. ولان زملائي كرمهم زايد فدولي دقيقتين، فانا هدي دقيقه لدكتور شريف ودقيقه لدكتور عماد خلاصه. اتفضل يا فندم. بص يا فندم، زي ما احنا متفقين ان قطاع الصناعه هو من اهم القطاعات وهو القاطر، مرتبط بالتصدير، لان الصناعه من غير تصدير تبقى ملها يعني مش بتجيب اللي المفترض انها تجيب. بالظبط. فمن ضمن التوصيات هو سرعه اداء كده، سرعه اداء حافز التصدير اللي هو بيحصل عليه المصدر لما بيقوم بتصدير مبلغ معين. انا حابب ان يبقى ارتباط حافز التصدير بما تم انجازه في المنشاه نفسها. يعني انا النهارده حتى القائمه مش الجديده وانا بعمل في دلوقتي في انتاج كوبايات، ماشي، ببقى محتاج اجيب من الداخل مواد مدخلات انتاج ومن الخارج بستورد قطع غيار للمكن بستورد مثلا. يبقى انا الاساس القائم انه قدامه من سنه لثلاث سنين انه يغطي كل الحاجات دي بقيمه صادرات من مصنعه. والجديد هو بيعمل دراسه الجدوى الاقتصاديه بتاعته بيقول ان انا هحتاج استورد $10 مليون في السنة مدخلات إنتاج وقطع غيار، يبقى لازم يبقى حاطط خطته إنه هيصدر بما يعادل على الأقل 10 مليون، وبالتالي حافظ التصدير. طب أزودها شوية علشان نوزن الميزان التجاري. هو حر، هو عايز يزودها يبقى عشان ياخد الحافز. يعني هيستورد بـ10 طب يصدر لي بـ12، مينيمم يغطي احتياجاته، وما يزيد عليه بقى فوق الـ10 دي هو ده اللي ياخد عليه حافظ التصدير. وفي الحالة دي يتم الدفع بشكل اوتوماتيك، مش محتاجة حتى انه يقدم ورقة ويطلب ولا كلام من ده. علها تدرك في توصيات المؤتمر او في الخطوات اللي هتتخذ لحد شهر مارس اللي جاي. دكتور عماد. انا الحقيقة في المؤتمر كنت سعيد جدا ان انا اشوف فيه تركيز على الجزء الخاص بمنظومة التعاونيات وبالذات في مجال الزراعة. تظل مصر حتى واحنا بنتكلم على الصناعة وأهمية التصدير وأنه ده هيكون جزء مهم جدا في تحقيق نقلة اقتصادية مهمة في الدولة، لكن مصر دولة زراعية واحنا عندنا، والرئيس بذل مجهود كبير جدا في هذا القطاع. أنا أعتقد أن احنا عندنا ميزة نسبية تؤهل مصر أنها تكون فعلا جزء من حل المشكلة، يكون على تطوير الزراعة واستخدامها لتكون مخرج مهم جدا، مش بس داخليا ولكن كمان خارجيا. احنا مؤهلين ان احنا نكون مركز لتصدير منتجات زراعية، بس احنا مش عايزين بس نقف عند احنا عايزين نستخدم الادد فاليو من التصنيع الزراعي اللي موجود في اللي يحصل على المنتجات، وابقى انا في الحالة دي اللي انا بخرجه بيكون اكثر قيمه مضافه، القيمه المضافه الادد فاليو اللي قلت عليه. فالحته دي انا شفتها كواحد من التوصيات، وده مش هيحدث الا اذا انا طورت فكره التعاونيات في مصر، لان هي دي اللي على اساس تاني برجع للمستوى القاعدي، ان انا مش هبقى، والفلاح لازم يكون المزارع الفلاح في مصر لازم يكون هو نقطه اهتمامي الاولى ومركز حركة هذه العملية. لأن أنا لما هكون عندي فلاح واعي، فلاح قوي، فلاح حياته كريمة بجد وقادر يعمل اللي هو قادر يعمله لأسرته، بيعلمهم وبيعالجهم وبيجوزهم وكل الكلام ده كله،
هيقدر يعمل لي المنظومة بتاعت الزراعة المستدامة والزراعة المنتجة اللي بيها أقدر أحل جزء كبير جدا من اقتصادنا. هنا هتبقى نقطة المية اللي أنا بستخدمها اللي هي مهمة جدا لحياتي وللزراعة، هتبقى النقطة دي هتبقى كل دروب، كل نقطة هتبقى ليها قيمة مهمة جدا ليا، وكل جزء في الأرض هتبقى مهمة جدا لمستقبل مصر. أنا أعتقد أن الجزئية دي محتاج أشوف عليها يعني حركات وخطوات بتتم بشكل سريع عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها بإذن الله. أنا عايز أشكر حضراتكم جدا، وأنه يعني فضلتوا معانا لحد ساعة متأخرة من الليل. استمتعنا يبخلك باللقاء شوكو حلو علينا يا فندم. احنا دخلنا الاستوديو والرئيس بدأ يتكلم. بس كده ده حظي الحلو والله. ربنا يخليكم. كل الشكر لحضراتكم دكتور شريف الخريبي ودكتور عماد الدين عدلي. ألف 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 شكر، نورتونا وشرفتونا.